السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في المحاضرة الأخيرة من محاضرات الكورس بتاعنا Document Information Management كورس. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هتبقى المحاضرة المراجعة اللي أنتوا طلبتوها. طلبنا إن إحنا نراجع قبل الامتحان، المفروض إن إحنا أخدنا أجازة أسبوعين عشان نراجع كل ما سبق. نبتدي النهاردة إن شاء الله نتكلم على كل حاجة إحنا المفروض عندنا استفسار فيها. لو في حد عنده استفسار في حاجة هيتكلم عليها، هخلي فيه ساعة نقول نراجع فيها كل اللي فات، والساعة التانية نتناقش فيها. لو حد عنده سؤال، حد عنده سؤال خاص بالماتيريال، أو عنده سؤال خاص باللايف، بحياته الواقعية بتاعته أو شغله في الحياة الواقعية، تمام، ما عندناش مشكلة، هنجاوب عليه. تمام، يلا نبدأ. المحاضرة دي محتاجين شوية ان احنا نركز شوية على الشكل، لان احنا هنبقى محتاجين ان انا اسألكم وانتوا تعملوا ريفرشمنت وبعدين نقول الاجابة الصحيحة بتاعت السؤال اللي انا بسألكم. تمام، هنبتدي باول حاجة. اول حاجة الدوكيمنت، التعريف بتاع الدوكيمنت مانجمنت. حد فاكر احنا اتكلمنا عن التعريف وقلنا ايه الدوكيمنت مانجمنت، او ايه هي الدوكيمنت كنترول، او ادارة الوثائق هي عبارة عن ايه؟ نظام تستخدم الإتقاء وتخزين المستندات الإلكترونية. تمام، ماشي يا أستاذ شاذر، التقاط وتتبع المستندات، بالظبط كده. احنا كده بدأنا ان احنا نتكلم بالطريقة البروفيشنال اللي احنا اتعلمناها، توفير الوقت والمال والالتزام والتحمل. تمام، تعريف إدارة المستندات هي نظام أو عملية تستخدم لالتقاط وتعقب وتخزين المستندات الإلكترونية. زي إيه؟ زي ملفات البي دي إف، زي ملفات الوورد، زي ملفات الإكسل، الصور الرقمية، المحتوى الرقمي، أي حاجة من الحاجات دي. إحنا بنحاول إن إحنا نعمل السيستم ده علشان نقدر نكنترول أي نوع من أنواع الدوكيومنتس الموجودة عندنا في الشركة بتاعتنا أو في البروجكت اللي إحنا شغالين عليه. دي كمان بتوفر لنا إدارة المستندات الوقت والمال، وبتوفر أمان للمستندات وتحكم في الوصول إليها والتخزين المركزي ومسارات التدقيق والبحث والاسترجاع البسيط. أهم حاجة في الدوكيمنت كنترول إن أنت تقدر تسترجع المعلومة في وقت قليل، إن أنت تسترجع المعلومة الصحيحة، ما تبقاش أنت بتدور على معلومة تلاقي معلومة وتلاقي في معلومة تانية ناقصة. مهم جدا إن أنا لما يجي إن أنا أدور على حاجة ما أضيعش فيها وقت كتير وما بذلش فيها مجهود كتير عشان أعرف إن أنا أوصل للمعلومة دي. فإدارة المستندات هي الطريقة اللي بتقوم بيها المؤسسة بتاعتك بتخزين مستنداتها الإلكترونية وإدارتها وتتبعها. أهم ما يخص الدوكيمنت كنترول إن أنت تقدر تتتبع الدوكيمنتس بتاعتك، تقدر تعرف هي موجودة فين، هي واقفة عند مين، هي متأخرة قد إيه، هي المفروض إن هي يرد عليها المهندس المفروض المسؤول عنها بعد قد إيه. كل الحاجات دي مهمة جدا إن أنت تبقى عارف. طيب، أدي كده واحد. إحنا اتكلمنا عن تاريخ الدوكيمنت مانجمنت، قلنا ان الدوكيمنت مانجمنت بدات الاول من امتى، قلنا بدات من الثمانينات عشان دي حته تاريخيه فانت مش لازم انت تحفظها. الدوكيمنت مانجمنت بدات في الثمانينات، كان فيها يعني مجموعه من الناس اللي بيبيعوا الانظمه كانوا بيعملوا انظمه لاداره البرمجيات او انظمه لاداره المستندات عن طريق ان هي بتراجع المستندات الورقيه، ومش بتشمل بس المستندات المطبوعه والمنشوره، لا كمان كانت بتتابع الصور، يعني كانت بتاخد الصوره او بتاخد المستند تعمل له سكان بس وتحاول ان هي تتراك المستند ده كصوره. بدا بعد كده المطورين ان هم يطوروا نوع تاني من المستندات، ان هم يدخلوا ده في سيستم الكتروني، ان هم يبتدوا ان هم يعملوا اديت على الصور دي ويبتدوا ان هم ياخدوا منه معلومات. شويه شويه بدات ان هي يعملوا نظم تانيه او يعملوا برامج تانيه خلينا ان احنا نعمل كنترول على الفاكسات وعلى النماذج وعلى ازاي ان احنا نقدر نحفظ الدوكيومنتس دي عندنا. بالظبط كده، بدات من الفراعنه وبعدين الرومان وبعد كده وصلت للوقت اللي احنا موجودين فيه، لحد ما جه بعد كده بقى عندنا انظمه بتقدر ان هي تقرا اي مستند انت بتدخله لها، وبتقدر ان هي تعدل عليه كمان، اللي هو النظام السائد دلوقتي اللي احنا بنشتغل بيه. ده كده التاريخ بتاع الدوكيومنت مانجمنت. طيب السكوب بتاع الدوكيمنت مانجمنت، احنا قلنا ان السكوب بتاع الدوكيمنت مانجمنت بيبقى ابليكابل على ايه، بقدر ان انا اطبق السيستم بتاع الدوكيمنت ده على ايه بالظبط، ايه نطاق التطبيق بتاع السيستم اللي انا بحطه، التحكم في المستندات الفنيه الموجوده في الشركه.
فاحنا بنسأل النطاق كل مستندات المشروع بالظبط كده. لازم يكون عندي بينطبق الإجراء بتاع المستندات ده أو بتاع الدوكيمنت كنترول ده على كل المستندات الموجودة عندي في الشركة. ما ينفعش إن أنا أشتغل في الدوكيمنتس دي مع ديبارتمنت وديبارتمنت تانية، لا ما ينفعش أشتغل مع شركة في مشروع أشتغل بالطريقة دي في مشروع ومشروع تاني لا. فلازم إن هو يكون الإجراء ده يستخدم على جميع المستندات اللي بتستخدمها الخدمات الفنية في إدارة الجودة اللي عندي. طيب إيه الغرض بقى من إن أنا يكون عندي سيستم أو إن أنا يبقى عندي كنترول على الدوكيمنتس بتاعتي؟ كنا اتكلمنا فيها برضو قبل كده، إيه الغرض من إن أنا يكون عندي document control على السيستم عندي؟ الدقة، أدي واحد. إيه كمان؟ المتابعة، بالظبط كده، سهولة التحكم والوصول للمعلومات، التوثيق، الأركايفز. أيوه بالظبط كده، أستاذ عبد الرحمن قال أهم كلمة، معتمدة، صالحة، حديثة. أنت كده برافو عليك، أنت مذاكر. توفير الوقت، الدقة وسهولة المتابعة، توفير الوقت والجهد، دقة وأمان وسهولة، التحكم في المستندات وحفظها وتتبعها وحفظ حق الشركة، تحكم في المستندات وسهولة استرجاعها. بالظبط كده، قلنا الغرض من الدوكيمنت مانجمنت إن إحنا أول حاجة يكون عندي مستندات معتمدة وصالحة وحديثة. ما ينفعش إن أنا أكون معتمد على 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 ورقة أو على دوكيمنتس أنا شغال بيها وتكون تكون الدوكيمنتس دي ما حصلهاش اعتماد، تكون إن هي مش آخر أبديت، تكون إن هي مش اخر حاجه انا شغال عليها، لان ده اللي بيعمل لنا مشاكل كتير. كمان التغيرات وحاله المراجعه الحاليه، لازم ابقى انا عارف ان ايه اخر ريفيجن للدوكيومنتس، لازم يكون في حاجه اسمها تراكنج للريفيجنز بتاعتي. كمان ان انا يمكن استرجع ان انا اقدر استرجع الملفات المحفوظه بشكل امن واقدر اعمل لها مينتين بشكل سهل جدا من غير ما يحصل عندي اي مشكله. كمان كان من مهم الحاجات دي حاجات ضروريه جدا انا بعمل عشانها السيستم، ده اللي بيخليني اقدر ان انا اقول انا عامله كنترول على الدوكيومنتس اللي عندي ولا انا مش قادر ان انا اعمل لها كنترول. طيب دي كده حاجه. مين هو المسؤول عن الدوكيومنت كنترول؟ طبعا احنا اتفقنا ان المسؤول عن الدوكيومنت في كل البروجكت في اي مكان هو الشخص اللي اسمه الدوكيومنت كنترول. الدوكيومنت كنترول هو مراقب المستندات، المسؤول عن اعداد وإدارة المستندات في الوقت المناسب وبدقة وفعالية. ما ينفعش إن إحنا نوقع أي حاجة من الحاجات دي، ما ينفعش نوقع أي معلومة من المعلومات دي، لازم إن هو يقدر إن هو يديرها بدقة، ولازم يديرها بفعالية، لازم إن هي تكون في الوقت المناسب، لأن ما ينفعش إن هي تبقى حاجة مش في وقتها المناسب ولا تبقى بتدار بطريقة غير صحيحة أو بطريقة غير دقيقة. فهم اللي بيتحكموا، الدوكيمنت كنترولرز دول هم اللي بيتحكموا في ترقيم وفرز وحفظ وتخزين واسترجاع الوثائق الإلكترونية. كل اللي احنا بنتكلم عليه ده مفروض ان هو ده كله بيكون الدوكيمنت كنترول هو اللي بيعمله عنده في الشركة. وقلنا ان هو بيلتزم التزام كامل بالديوتز اللي عليه وبالرولز اللي هو المفروض يعملها، وبيحاول ان هو يشيل ايده من اي حاجة ما تخصوش علشان ما يوقعش في مشكلة ان هو دخل في حاجة تكنيكال وهو مش المفروض ان هو يديلها اي فيدباك ولا اي مرجعية ليه. صفات الدوكيمنت كنترول، اول حاجه قلنا الكواليفيكيشنز. حد فاكر احنا قلنا الدوكيمنت كنترول المفروض يكون حاصل على ايه، او شرط ان هو يكون خريج ايه؟ لا احنا مش بنتكلم دلوقتي على السكيلز بتاعته، احنا بنتكلم على تعليمه، مؤهل عالي، لا يشترط لي اي مؤهل. بالظبط كده، مفيش حاجه تنص ان الدوكيمنت كنترول المفروض ان هو يكون خريج كليه معينه او ان هو يكون واخد شهادة معينة علشان يقدر يعمل الوظيفة دي. أهم حاجة إن هو يكون عنده مؤهل عالي، مش شرط إن هو يكون عنده حاجة ليها علاقة، يعني مش شرط إن هو يكون مثلا خريج مكتبات ومعلومات مثلا، مش شرط إن هو يكون خريج كلية التجارة، مهم إن هو يكون مؤهل جامعي علشان يقدر يتعامل مع المهندسين اللي معاه ويقدر يفهم طبيعة الدوكيومنتس بتاعته. فطبعا أول حاجة هنا قلنا فيها إن إحنا مش محتاجين إن هو يكون مؤهل عالي. طيب بالنسبة للمهارات الشخصية للدوكيومنت كنترول، حد فاكر احنا اتكلمنا عن ايه في المهارات الشخصية؟ قلنا مهارات لابد ان يكون منظم ومرتب، صح، متعاون، الامانة، attention to details، منظم ودقيق ومتعاون، والتحكم في سرية المعلومات. بالظبط كده، لازم يكون قوي الملاحظة، سرعة البديهة، مرتب، أمين، يتمتع بسرية المعلومات، honest and trust، قوة الذاكرة. مش لازم قوة الذاكرة قوي، يعني هو ممكن طالما هو
بيكتب كل حاجه، مش لازم يحتفظ بكل حاجه في دماغه، منظم جدا، يحل المشكلات بالظبط كده، المتابعه، قوه ملاحظه ومنظم. تمام. الدوكيمنت كنترول اول حاجه هنا بنتكلم عنها، قلنا ان هو يكون بيعتمد عليه، لان الدوكيمنت كنترول لو مش بيعتمد عليه في تاسكات كتير قوي مش هيقدر يعملها. فاول حاجه ضروري جدا ان هو يكون بيعتمد عليه، وان هو يكون امين، علشان هو هيبقى تحت ايده حاجات كتير جدا من الكونفيدنشال انفورميشن اللي ما ينفعش حد تاني يعرف. تاني حاجه لازم يكون دقيق في معلوماته، ما ينفعش ان هو يكون بيدي معلومه مش صحيحه، او ان هو بيتكلم في حاجه مش شايف ان هي تفرق ريفيجن 1 من ريفيجن 2، او مش هتفرق الرقم ده، او مش هتفرق اي حاجه من الحاجات دي. لازم يكون دقيق في كل حاجه هو بيعملها. تالت حاجه لازم يكون منظم جدا، علشان يقدر ينظم الكم الكبير من الدوكيومنتس اللي هو بيتعامل فيها كل يوم. يكون بيستحمل الضغط، ان هو الوظيفه دي عليها بريشر مش طبيعي، لو هو ما بيقدرش ان هو يستحمل الضغط فبالتالي هيقدر إن مش هيقدر ان هو يتعامل مع كل الاسترس اللي هو بيتعرض له طول فتره الشغل بتاعه. كمان لازم يكون عنده مهارات التواصل مع الناس اللي حواليه، لان هو مش بيشتغل مع تيم واحد، هو بيشتغل مع التيم بتاعه من الانجينيرز اللي شغالين معاه او التكنيشنز اللي شغالين معاه، بيشتغل مع التيمز التانيين اللي شغالين في شركات تانية، يبقى هو همزه الوصل ما بين شركته وما بين البروجكت اللي هو شغال فيه، همزه الوصل ان هو الممثل بتاع الشركه بتاعته قدام الشركات التانية. فهو بيتعرض ان هو بيفضل يشتغل مع كل الناس اللي حواليه، فلازم يشتغل بطريقه بروفيشنال ويبقى عنده كوميونيكيشن سكيلز عاليه. التيم وركينج كمان، العمل الجماعي، لازم يكون عنده قدره على العمل الجماعي. احنا زي ما بنقول هو واحد من ضمن تيم شغالين معاه، بيضطر غصب عنه ان هو يتعامل في ريبورتس مثلا ليها علاقه بمهندسين، او ليها هياخد داتا من هنا، او هياخد فيدباك من حد، فلازم يبقى عنده القدره على العمل الجماعي علشان يقدر يتعامل الشغل بتاعه. كمان مهم جدا ان هو يكون عنده مهارات للقياده، علشان هو لو هو مش بيقود التيم اللي شغال معاه او اللي شغال تحت منه، فهو بيقود البروجكت بتاعه كله في الدوكيومنتس دي، وبيعرفهم هم ازاي يقدروا يكونترول على الدوكيومنتس بتاعته، لان اولا هو اللي بيحط كل الرولز بتاعه الشغل بتاعته او كل الرولز بتاعه السيستم بتاعه، فبالتالي محتاج ان هو يبقى عنده مهارات للقياده كويسه جدا. كمان كميه المشاكل اللي احنا بنتعرض لها كدوكيمنت كنترول في البروجكت، لو كل مشكله قابلتنا هنقف عندها مش هنعرف نحلها، وهنروح بيها لمديرنا ان هو يحل لنا المشكله بتاعتنا، احنا كده بالشكل ده هنقعد طول النهار في مكتب المدير ومش هنسيب مكتب المدير. فلازم يكون عنده حل، او يبقى عنده مهاره ان هو يقدر يحل مشاكله اليوميه او يحل المشاكل. طبعا في مشاكل لازم يعملها اسكليشن لمديره، بس في مشاكل تانية هو لازم يتعامل بيها ويقدر ان هو يحلها عن طريق نفسه. كمان لازم يكون عنده مهاره التفاوض والاقناع، يقدر يتفاوض على حقه، ما يقبلش باي حاجه اقل من اللي هو المفروض ياخدها. لازم يقدر ان هو يكون عنده مهاره التفاوض، علشان هو ساعات بيقع في ديلز مع الدوكيمنت كنترولرز التانيين لازم يعرف ياخد حقه، او بيبقى في ميتنجز مثلا لازم يعرف ياخد حقه في اي طلب. طبعا بالنسبه لمهارات التفاوض دي، اول حاجه بتحتاجها لما بتبقى بادئ المشروع عشان تبتدي تتفاوض عن مين هيعمل الرولز معاك، مين هيسلمك الدوكيمنت، الناس التانيه هتسلمك الدوكيمنت شكلها امتى، هتسلمك مواعيد الدوكيمنتس امتى. فلو انت ما عندكش المهاره دي مش هتعرف ان انت تتعامل مع الناس اللي حواليك او تاخد حقك من الناس اللي شغاله معاك. التايم مانجمنت من الحاجات المهمه جدا اللي هو لازم تكون موجوده عنده، علشان يقدر يرتب يومه، بيبقى عنده تاسكس كتيره طول النهار، عنده مهام كتيره لازم يقدر يؤديها كل يوم، بس لازم برضو يقدر يحاول ان هو ما يديش وقته كله لتاسك واحده ويسيب بقيه التاسكات التانيه هو مش قادر ان هو يكملها، او يبقى عنده ديلي فيها، او ان هو يسهر ان هو يقعد يعمل الحاجات دي. لازم يوزع وقته ويبقى عنده قدره على ان هو ينظم وقته ويعرف يعمل كل حاجه في وقتها. كمان لازم يكون عنده مهاره الموتيفيشن، مهاره المثابره او التحفيز، لانه هو كمان محتاج ان هو يحفز نفسه، لان طبيعي ما حدش هيجي يحفزه او ما حدش هيجي يشجعه او يقول له شكرا انت عملت شغلك بطريقه كويسه، فبالتالي لازم هو يقدر يعمل التحفيز لنفسه، او يقدر يعمل يكون عنده مثابره دايما في الوقت ان هو يخلص شغله بشكل كويس، يخلي السيستم عنده دايما ابديتد، يخلي شغله يبين شغله بشكل بروفيشنال اكتر. اخر حاجه الكونفيدنس، الثقه بالنفس. لو هو ما كانش واثق من نفسه او واثق من شغله مفيش حد هيثق فيه، مفيش حد بيثق في انسان هو مش واثق من نفسه. لازم يكون واثق من نفسه كويس جدا، علشان يبتدي ان هو يتعامل مع الناس والناس تبقى متاكده ان هو المعلومه اللي بيجي منه معلومه تمام، معلومه صحيحه، علشان يقدروا ان هم
يتعاملوا بيها بطريقه صحيحه، انما هم لو شكوا في ثقته بنفسه فهيبتدوا بعد كده يتعاملوا معاه على انه حد مش واثق، وهيبتدوا كل شويه يشككوه نفسه. طب دي كده بالنسبه للمهارات الشخصيه. طيب بالنسبه للمهارات العمليه اللي احنا بنسميها soft skills او البروفيشنال، حد فاكر كنا اتكلمنا فيها عن ايه؟ انتوا كده بتغشوا من البتاع الصحابي. تايبنج تمام، المهارات الشخصيه تمام، مالتي تاسكرز تمام، برامج الاوفيس ولما بالكمبيوتر، سوفت ويرز، اي تي سكيلز بالظبط كده يا استاذ شاذلي برافو عليك. اول حاجه الاي تي سكيلز، اهم حاجه لازم تكون موجوده عند الدوكيمنت كنترول ان هو يكون عنده سترونج اي تي سكيلز، ما يكونش بيحتاج للاي تي كتير، لانه طول ما هو لان شغله دايما على كل الايكويبمنت اللي حواليه. لو عنده برينتر مثلا محتاج ان هو يعرفها، لو حصل عنده مشكله في النتورك، لو عنده محتاج ان هو ياخد باك اب من جهازه، تملي لازم الدوكيمنت كنترول يكون قادر ان هو يعتمد على نفسه في الجزئيه دي، ان ساعات بيتطلب منه ان هو ما بيقدرش ان هو يوقف شغله، ولو وقف واستنى الاي تي يصلح له مشكلته هيكتشف ان هو ممكن يستنى كتير، والديلي اللي هو بتاع ساعه او نص ساعه اللي هو هيجي له فيها دي بيكون هو خسر وقت كتير. تاني حاجه اللانجوج، مهم جدا ان هو يكون عنده لغه تانيه علشان يقدر يتعامل بيها، او يقدر ان هو يقدر يتعامل بيها في السبيكس اللي هو بيشتغل بيها، او ان هو يقدر يتعامل مع اي تيم شغال معاه اجنبي. مهمه جدا الفورين لانجوج في الشغل بتاع الدوكيمنت كنترول. كمان المالتي تاسكرز، مهم جدا ان هو يكون بيعرف يعمل اكتر من تاسك في نفس الوقت، لان لو هو بيعتمد على نفسه ان هو هيعمل تاسك واحده في الوقت هيبقى عنده ديلي بشع في بقيه شغله تاني، مش هيقدر ان هو يلاحق على كميه التاسكات الموجوده عنده طول الوقت. فمحتاج ان هو بيبقى هو وهو بيتكلم في التليفون، او هو بيراجع حاجه مع حد، او ان هو يكتب ايميل مثلا، ان هو يكون بيكتب ايميل وبيعرف يعمل حاجه تانية، او ان هو بيعمل فايلنج مثلا وبيعرف يعمل اركايفنج للمجموعه بقى. لازم مثلا يكون بيرد على التليفون وهو بيكتب ايميل، ما ينفعش ان هو بيعمل حاجه واحده بس، الحاجه الواحده دي هتعمل له مشاكل فيما بعد كده كتير. كمان من الحاجات التانية لازم يكون ان هو بيقدر يهتم بالتفاصيل الدقيقه لاي حاجه، ما يكون تكون عينه لماحه، بيقدر ان هو يوصل للتفاصيل بسهوله، يكون لما بيمسك جواب مثلا يقدر يعرف ايه المشكله اللي في الجواب، ما يضطرش ان هو يراجع الحاجه 3 4 مرات قبل ما يكتشف هي ايه المشكله اللي عنده، او الحاجه دي في مشكلتها فين، لان ده بيساعده في الكواليتي تشيك مثلا لما بيجي يعمل تشيك على اي دوكيومنتس. لو هو ما عندوش اهتمام بالتفاصيل مش هيقدر ان هو يعرف الحاجه دي، وهياخد فيها وقت طويل جدا. كمان ان هو لازم يكون عنده بيقدر يعمل تايبنج بطريقه صحيحه. طبعا السبيلنج ميستيك حاجه بتبقى وحشه جدا في اي ريبورت او في اي لتر بيتكتب، يعني لو حاجه زي كده هتبين ان الدوكيمنت كنترول اللي شغال معانا ده حد مش بروفيشنال في شغله. كمان الرايتنج سكيلز، طريقه صياغه الجوابات او طريقه صياغه الايميلز دي بتفرق، لان كمان الصياغه دي بتبين ان هو ازاي بيقدر يعبر عن نفسه، او يقدر ان هو يعبر بالشيء اللي هو عاوزه ده بطريقه صحيحه. الصياغه دي بتبين قد ايه الشخص ده بروفيشنال، قد ايه الشخص ده اللانجوج بتاعته قويه، ان هو قادر ان هو يستخدمها ازاي بطريقه حلوه، وان هو قادر يعبر عن الكلام اللي هو يقصده. اخر حاجه الدوكيمنت ميتنج مانتس، محتاج ان هو يبقى عارف يعمل المحاضر الاجتماعات بتاعه المشروع عنده، علشان ممكن يضطر ان هو يحضر ميتنج مثلا بدل اي حد مش موجود في التيم عنده، فلازم يبقى عارف عنده السكيلز بتاعه ان هو يقدر يكتب المحاضر الاجتماع ايه اللي ممكن يتكتب، ايه الجمله اللي بتخليني مختصره الكلام كله، مش لازم يقعد يكتب كل الميتنج اللي حصل في 3 ساعات، بس ممكن يكتب جملة واحدة تلخص إيه اللي حصل في خلال مثلا نص ساعة دي، أو البوينتس دي إيه اللي تناقش فيها. ودي برضو مهارة من ضمن المهارات اللي لازم تكون موجودة عند الدوكيمنت كنترول في السكيلز بتاعته. طيب الريسبونسبيليتي بتاعة الدوكيمنت كنترول، يا ترى إيه الدوكيمنت كنترول بيبقى مسؤول عن إيه في البروجكت مثلا؟ إيه هي مهام الدوكيمنت كنترول في البروجكت؟ أركايف أند أبديت، التحكم في المستندات، استلام وتسليم، registration استلام وتوزيع، letters and drawing tracking تمام، receiving documents register record distribute حفظ المستندات، tracking update الاستلام والتسليم والتوزيع والاحتفاظ بعد دورة المستند وتخزين المستندات، control and transmitter أرشفة الاهتمام بالتفاصيل تمام، تقارير الريبورتس سهولة الرجوع إلى الداتا أركايفينج تمام. طيب دوكيمنت كنترول أول حاجة مسؤول عنها إن هو ينشئ
النظام بتاع الدوكيومنتس اللي هو هيشتغل عليه. اول حاجه لازم يكون بيعرف ازاي يعمل سيت اب لاي سيستم هيشتغل عليه في الشركه. طبعا انت بيبقى يعني حظك كويس جدا لو انت بدات بروجكت من فروم سكراتش من اول المشروع، ما رحتش على بروجكت على رانين بروجكت اصلا شغال بقاله سنين. لما بتبتدي مشروع من اوله وبتبتدي ان انت تحط السيستم بتاعك، هتعمل الفايلنج اندكس بتاعك ازاي، هتستل هتخلي استلاماتك امتى، هتعمل استلاماتك ازاي. فاول حاجه بيبقى مسؤول عنها الدوكيومنت كنترول في اي مشروع ان هو يحط السيستم بتاعه بتاع الدوكيومنتس اللي هيشتغل عليه. تاني حاجه عنده ان هو بيختار او ان هو بينشئ النماذج اللي هيشتغل عليها. النماذج اللي بيشتغل عليها اللي احنا بنسميها الفورمز او التمبلتس اللي هيشتغل عليها، نموذج مثلا لللترز، نماذج للفورمز اللي بيشتغل عليها، الدوكيومنتس بتاعته، الترانسميتال دوكيومنتس بتاعته او التكنيكال دوكيومنتس اللي هيشتغل عليها. فلازم يبتدي ان هو يعمل كرييشن للتمبلتس دي عشان يبتدي ان هو يشتغل عليها. طبعا هي بتفرق ما بين الكونتراكتور والكونسلتنت. الكونسلتنت مش بيعمل التمبلتس دي، هو لو حتى لو بيعملها بيعملها وبيديها للكونتراكتور عشان يبتدي ان هو يسبميت كل التكنيكال دوكيومنتس بتاعته عن طريق ترانسميتال والسبميتلز اللي هو هيبعتها له دي. فبالتالي هو حتى الاستشاري برضو بيبقى عنده شويه تمبلتس كده بيعملها، زي مثلا سايت انستراكشنز، زي اللاترز، زي مثلا اي حاجه هو بيبتدي ان هو يخاطب بيها الناس اللي حواليه، برضو بيعملها سيت اب من اول المشروع عشان تبقى بعد كده سهله ان هو يتعامل بيها ديورنج المشروع بتاعه. تمام، لان سي ارز بالظبط كده. بعد كده بيعمل فايلنج للدوكيومنتس الموجوده عنده فيزيكال وسوفت كوبي. يعني انا بالنسبه لي علشان ابتدي ان انا اقول ان انا ماشي على التراك الصحيح في المشروع بتاعي، لازم اقسم شغلي لحاجتين. هارد كوبي لازم يكون محفوظ بمكان امن، مكان كويس ما فيش حد بيقدر يدخل ياخد الدوكيومنتس بتاعتي. وفي نفس الوقت عشان احافظ على الدوكيومنتس الهارد كوبي بتاعتي، محتاجه ان انا اخلي الدوكيومنتس بتاعتي موجوده على سيرفر او شيرد مع الناس، علشان ما يضطروش ان هم طول الوقت بيلجأوا للهارد كوبي وبيتبهدل عندي، وافضل انا كل شويه بتراك الدوكيومنتس اللي هي رايحه وجايه مع الناس. ده هيضيع مني وقت طويل جدا. انا لو انا عندي سيستم موجود عندي ان انا بسكان فيه كل الدوكيومنتس اللي بتدخل من عندي واللي بتدخل لي واللي بتخرج من عندي، انا هبقى هوفر وقت غير طبيعي. فلازم ان هو يقدر ان هو يعمل سيستم للفيزيكال والديجيتال ريكورد طول الوقت افيلبل للناس. كمان بيقدر ان هو يراجع كل الريكورد اللي عنده، يقدر ان هو يعمل لها منتين. طبعا احنا قلنا ما الفرق ما بين الانفورميشن والريكورد ايه. الريكورد هي حاجه بتبقى متغيره، زي مثلا الستاتس بتاعت الدوكيومنتس اللي بتبقى موجوده عندي. الانفورميشن هي انفورميشن بتيجي مره وما بتتغيرش تاني. فبالتالي بالنسبه لي الريكورد دي محتاجه ان هي تكون ابديتد، محتاجه ان هي يحب ان هو يعمل عليها ايديت في اي وقت، يعرف يعمل عليها ايديت بطريقه كويسه، يقدر ان هو يعمل عليها ريفيو، الناس تقدر يتعمل لها تراكنج، او لو حد حابب ان هو يدور على معلومه يقدر ان هو يدخل المعلومه دي ويعرف يوصل لها. تمام. كمان من مهام الدوكيمنت كنترول الديستريبيوشن، مهم جدا ان هو يتابع الدوكيمنتس اللي عنده اتوزعت لمين وراحت عند مين. طب احنا ليه مهم ان احنا لما نيجي نتابع الدوكيمنتس محتاجين ان احنا نعرف الديستريبيوشن هي راحت لمين؟ ايه اهميه الديستريبيوشن في ان الدوكيمنت كنترول يبقى عارف كل دوكيمنتس موجوده عندي؟ ايه اهميه ان هو يتراك الجزء ده؟ فولو اب غير الفولو اب، تراكنج ابروفل غير الابروف. احنا قلناها ابديت. ابديت ايه؟ تتبع المستند، اعتقد هو مسؤول التداول والحفظ والتتبع. tracking the comments عشان كل مستند بيكون ليه السؤال. احنا ليه بنأكد ان الدوكيمنت كنترول مسؤول ان هو يعرف كل الدوكيمنتس ان هو وزعها لمين وراحت لمين، مين فور انفو ومين فور اكشن؟ ليه مهم ان الدوكيمنت كنترول يبقى عارف الدوكيمنتس دي حصل لها ديستريبيوشن لمين؟ توزعت على مين؟ to missing to avoid missing submission، غير ان هو يتأكد من دورة المستند صح. for action for organization document recycling flow chart، غير كده كله، غير ان هو خلاص حدد الشخص المسؤول وعرف ان الشخص المسؤول ده. ايه اهمية الديستريبيوشن؟ تمام، للتأكيد ان كل مستند ذهب الى من يخصه.
استاذه ريهام، كنترول بمعنى ايه كنترول؟ طيب انا قلت لكم الجزئيه دي بس انتوا نسيتوها. مهم ان هو يبقى عارف كل ما كل دوكيومنتس راحت لمين وموجوده عند مين، عشان لما يحصل عليها ابديت ما يضطرش او يحصل عليها ريفيجن او يحصل عليها ان احنا محتاجين ان احنا نسحب الدوكيومنتس دي نعمل عليه ابديت، محتاج ان هو يعرف المعلومه دي كانت عند مين عشان يقدر ان هو يسحب الدوكيومنتس دي ويبدلها بالابديت الجديد. تمام. مهم جدا ان احنا ان هو لما يكون عنده ديستريبيوشن ليست او ديستريبيوشن ماتريكس يقدر يتعامل بيها علشان يعرف كل دوكيومنتس راحت لمين، لما يحصل عليها ابديت يبقى عارف الدوكيومنتس دي محتاج ان هو يسحبها من مين ويجدد عنده الدوكيومنتس دي او يعمل ابديت للكوبي اللي عنده. لان من غير الكوبي دي هو ممكن حد يكون واخد المعلومه وشالها عنده، هو مثلا المعلومه دي رايحه له فور انفو او الدوكيومنتس دي هو مستلمها فور انفو، وبالتالي انت بتيجي بعد كده حصل لها ابديت فانت عارف ان الاكشن ده عند فلان، الحاجه دي ميكانيكال، فانت عارف ان انت بعتها للديبارتمنت بتاع الميكانيكال. بس انت مش عارف ان الديبارتمنت بتاع الالكتريكال ليه فيدباك او ليه انبوت في الدوكيومنتس دي، فبالتالي انت مش هتعرف ان انت تروح تسحب منه الريفيجن القديم او تسحب منه الريفايزد، وهتضطر انت تدي له حاجه ثانيه. لو عندك ديستريبيوشن ماتريكس ده اللي هيسهل عليك سهوله التتبع بالظبط كده. تمام. ايه كمان من وظائف الدوكيمنت كنترول؟ ان هو بيقدر ان هو يمانج كل البروسيس الموجوده عنده في البروجكت الموجود عنده. يعني هو اللي بيحط البروسيس بتاعته، هو اللي بيحط البروسيس بتاعت الدوكيمنتس، بيبتدي ان هو يعمل لها مانج ويشوف مين كل واحد مسؤول عن انهي بايس ويبتدي ان هو يراجعها. كمان الدوكيمنت كنترول مسؤول عن بيسموها ايه، بيسموها الامان بتاع الدوكيمنتس. يبقى المفروض مين عارف كل واحد مين مسؤول ان هو يشوف المعلومه دي ومين مش المفروض ان هو يشوف المعلومه دي. احنا قلنا ان احنا بيبقى عندنا confidential documents كتيره جدا في البروجكت، المفروض ان الدوكيمنت كنترول يبقى عارف او محدد مين اهم، مين اللي المفروض يتعامل في الدوكيمنتس دي ومين المفروض ما يشوفهاش. طبعا احنا عندنا حاجات كتيره جدا في الاقسام بتبقى اللي هي الاقسام الماليه تبقى ليها شويه مراعاه لظروف طبيعه الشغل بتاعتهم، ومش المفروض ان هم يتعاملوا في دوكيمنتس ثانيه او ان هي تبقى بابليك لبقيه الناس، فهو اللي بيحدد السكيورتي بتاعه الفايلز الموجوده عنده. اخر حاجه بيبقى مسؤول عنها الدوكيمنت كنترول ان هو بيقدم ريبورت صحيحه قبل موعدها، بمعنى ان انا ما استناش ان الدوكيمنتس دي تكون اتاخرت وعدى عليها 10 ايام او 15 يوم او خلاص ميعادها هيعدي عليها او عدى عليها خلاص التاخير، هي خلاص وقعت في التاخير، وبالتالي واجي دلوقتي اقول ان معلش اصل هي دي اتاخرت، فانت كنت فين قبل ما تتاخر؟ المفروض ان هو بيقدم ريبورت بالنسبه للحاجات اللي المفروض هيجي عليها تاخير، وبالتالي هنبتدي ان احنا يبتدي يدي الارم ان الحاجه دي لو قعدت اكتر من كده فهي قدامها 5 ايام والمفروض يترد عليها، قدامها 3 ايام والمفروض يترد عليها. فبالتالي مهم جدا ان هو يكون عارف ان هو يقدم ريبورتس كويسه مبدئيه بعيدا عن مواعيد التاخير علشان يبتدي ان هو يتعامل فيها. ماشي يا جماعه، استاذنكم بس يبقى السؤال في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، احنا هنسيب لكم فتره طويله ساعه كده في الاخر للمشاركه، بس معلش خلينا بس مركزين في نقطه نقطه عشان بس ما نطلعش بره الحدود. تمام. طيب الكارير ليدر بتاع الدوكيمنت كنترول، قلنا الدوكيمنت كنترول الاول بيبتدي جونيور، بعد كده بيبقى سينيور، بعدين بيبقى ليد دوكيمنت كنترول، بعدين مانجر، واخر حاجه بيبقى سكشن. ان شاء الله اشوفكم كلكم كده سكشن. طيب الكواليتي، حد فاكر حاجه عن الكواليتي؟ كواليتي دوكيمنت، كواليتي مانجمنت سيستم. تمام. الايزو، برافو. ازاي بدا الايزو؟ حد فاكر احنا كنا اتكلمنا في قصه الكواليتي مانجمنت سيستم. ايزو 2001. تمام. 9001 ده المسؤول عن الكواليتي. تمام. طيب الكواليتي سيستم بادئ ازاي، حد فاكر؟ طيب ماشي، نبتدي من الاول. الكواليتي مانجمنت سيستم اول ما بدات كانت بادئه عن طريق حاجه اسمها الكواليتي كنترول، بمعنى ان هو في مصنع مثلا يصنع منتج معين يسيبه يعدي، خلي المنتج ده يعدي كل مراحل التصنيع، في الاخر يجي يشوف هل هو مطابق للمواصفات اللي هي المفروض تطلع فيها المنتج النهائي ولا مش مطابق.
لو هو مطابق فهو بالتالي بيسلم، بيعمل ريليز للمنتج ده ويبتدي ينزل السوق. مش مطابق بياخده يرميه خلاص كده. ايه هو كده بالنسبه له عمل الكواليتي كنترول على على البرودكت بتاعه. جينا بعد كده اكتشفوا ان الطريقه دي بعد سنين كتيره، ان الطريقه دي بيحصل فيها هدر كتير جدا، لان بيستنوا لحد ما مراحل الانتاج تخلص، مراحل التشغيل تخلص كلها لحد الاخر، وبعد كده يبتدي ان هو يفيرفاي المنتج ده. فقال لك لا، احنا محتاجين ان احنا نعمل كده عشان نقلل شويه من الهدر، او ان احنا نقدر ان احنا نستوعب او نتعامل في البرودكت ده، ان احنا نحاول ان احنا نعمل له ريسايكل ونبتدي نشتغل بيه. فظهر عندنا المفهوم بتاع الكواليتي اشورنس او توكيد الجوده. توكيد الجوده ده كان عباره عن ان هو انت بتقسم البرودكت بتاعك لمراحل، او بتقسم مراحل التشغيل بتاعتك لمراحل، يبتدي ان هو يتشيك على كل مرحله. وهو شغال في كل مرحله بيبتدي ان هو يعمل تشيك على بوينتس معينه علشان يشوف هل هي فعلا مطابقه للمواصفات في المرحله دي، ولا ان انا اكمل بعد كده في المراحل التانية، ولا ابتدي ان انا اخدها وارجعها او الاقيها مش مطابقه اقوم اطلعها. فابتدي ان انا اشيلها في الجزئيه دي وابتدي ان هو ايه يشتغل عليها تاني. طيب ده برضو كانوا ماشيين سنين كتير، بس اكتشفوا ان هي بتبقى محتاجه مجهود. جه بعد كده التوتال كواليتي مانجمنت، اللي هو السيستم اللي احنا شغالين بيه دلوقتي، اللي احنا قلنا ان هو اللي احنا بنتكلم عليه، اللي اسمه التي كيو ام او الايزو اللي احنا بنشتغل بيه. تمام، ان هو بيخليك ان انت تراجع كل مراحل التشغيل تحت اداره معينه. هنبتدي يعني دلوقتي نشوف ايه هو الكواليتي مانجمنت سيستم. اول حاجه البرنسبلز بتاعت الكواليتي مانجمنت سيستم، اي حاجه لازم يعمل لها بلان، كل الحاجات لازم يتعمل لها تخطيط الاول، بعدين يبتدي يعمل مرحله التشغيل، بعدين مرحله الفحص، واخر حاجه الاكشن اللي هو القرار. هل احنا مقررين ان هو ده فعلا صحيح فيبتدي يتعمل له ريليز، ولا محتاجين اعاده تفكير تاني فان احنا نبتدي ناخد قرار تاني من نوع تاني، اللي هي اسمها البديك بالظبط كده. طيب من ضمن البرنسبلز بتاعت الايزو 9001-2015، اول حاجه دي طبعا اتغيرت في 2015 على 2008 اللي فات. اول حاجه عندنا الكاستمر فوكس، اول حاجه بنتكلم فيها اللي هي رضا العميل او التركيز على العميل. بالنسبه لنا العميل هو اهم حاجه في اي عمليه احنا بنتعامل بيها، فبالنسبه لنا رضا العميل حاجه مهمه جدا من الحاجات اللي احنا المفروض نشتغل عليها. تاني حاجه الامبروفمنت، التطوير المستمر، ان انا مهم جدا ان انا بقدر اكون بعمل تطوير مستمر في كل مراحل الانتاج بتاعتي، ما اوصلش النقطه وبعدين اقول خلاص انا كده مش محتاج ان انا اعمل تطوير تاني. لان بالنسبه لي من الحاجات دي اللي هي بتبقى مهمه جدا بالنسبه لي ان انا اتعامل بيها، ان انا لو وصلت المرحله وبعدين لقيت نفسي انا مش قادر ان انا اعمل تطوير، او ان انا مش قادر ان انا احدد هل انا كده ماشي على التراك ولا لا، فانا بالنسبه لي كده ما بقتش عارف اكنترول على البروسيس اللي انا شغال عليه. تالت حاجه اتخاذ قرارات مبنيه على حقائق، مهم جدا ان انا يبقى عندي داتا انا باخد على اساسها القرار، عندي بعمل ايفالويشن للتيم بتاعي، ابقى عارف ان انا بعمل ايفالويشن بناء على ايه، هل بناء على ان الناس دي منضبطه في مواعيدها، منضبطه في التاسكات اللي هي بتطلعها، بتطلع شغلها في ميعاده، بتيجي في بتاعتها بتخلص شغلها كله، في حاجات بتتاخر عنها ولا لا، هل بتطلع شغلها بكفاءه ولا لا، كل الحاجات دي ببقى محتاج ان انا اعرفها، ولازم تكون عندي حقائق او عندي بيانات هي اللي بتخليني اقدر اتخذ القرارات الصحيحه. الليدرشيب القياده، مهم جدا ان تكون القياده اللي انا شغاله بيها تكون عندها نفس الفكر اللي عند الموظفين، ما يبقاش القياده شغاله بفكر او بمنهج ويبقى الموظفين شغالين بمنهج تاني، ما يبقاش القياده همها ان هي تطلع الكواليتي بتاع الشغل بتاعها كويس، وكل هم الموظفين ان هم يجوا علشان يقضوا الثمان ساعات بتاعهم ويمشوا، لازم يكونوا هم الاثنين متشاركين في كل حاجه. بعد كده بنتكلم عن منهجيه العمليات، لازم يبقى عندي عمليات ممنهجه بطريقه صحيحه، ما يبقاش انا شغال بحاجه مش منطقيه او بعمليات مش منطقيه. لما يكون عندي بروسيس ابروتش انا بقدر اثبت ان انا اورجانيزيشن او ان انا منظمه قادره ان انا اشتغل بطريقه صحيحه وبطريقه ستاندرد للعالميه. كمان بنتكلم عن مشاركه العاملين، لازم يكون العاملين بيشاركوا الاداره في الاهتمام بالايزو والاهتمام بالكواليتي، لان من غير مشاركه العميل محدش هيعرف يعمل اي حاجه. لو العامل مش مقتنع باهميه الايزو اللي بيطبقه في الشركه هيحس ان هو تضييع وقت وهيعمله على مضض وهيعمله اي كلام، فمهم جدا ان هو يبقى عارف ده. احساس المشاركه بتاعه العاملين مع الاداره او مع الاداره العليا تديهم نوع من انواع اللويالتي، بتخليهم ان هم عندهم نوع من الولاء للمكان او للمنظمه اللي هم شغالين فيها. كمان بنتكلم عن ايه تاني، ريليشن شيب مانجمنت، اداره العلاقات، ان هو بيقدر ازاي ينظم العلاقات الموجوده في الشركه عنده كلها، وازاي بيقدر يقول
مين محتاج يعمل ايه، مين محتاج لما ما يحتاج وظيفة او يحتاج تاسك او يحتاج مهمة من حد، يبتدي ان هو يتعامل مع مين ازاي عشان يبتدي ان هو يطلب الشغلانة بتاعته دي. فمهم جدا ان انا احدد العلاقات بتاعت الناس اللي شغالين في الشركة علشان ابتدي اشتغل بطريقة صحيحة. طيب البنفيتس اوف ايزو، في شهادة الايزو تفتكروا احنا ليه بنعمل اصلا، ليه احنا ليه يعني بنعمل الايزو، ايه فايدة شهادة الايزو دي بالنسبة للشركة؟ اول حاجة ايه فايدة الايزو بالنسبة للشركات؟ increase profit and utilization، بالظبط كده التصنيف. تمام، تأكيد على التطبيق، تقليل تطبيق المعايرة، تطبيق معايير واحدة، بالظبط كده توقع المخاطر، بالظبط كده. أول حاجة منظمة بتسعى لأن هي تطبق الأيزو، أول حاجة عشان تزود الفعالية بتاعت الحاجات اللي هي بتعملها، الفعالية بتاعت السيستم، تبقى متأكدة إن السيستم اللي هي شغال عليه فعلا فعال وبيعمل وبيجيب فعلا وبيرد عليها النتائج اللي هو محتاجها. تاني حاجة زيادة العائد اللي بيرجع من الشركة بتاعتها، أو المجهود اللي هما بيبذلوه أو الفلوس اللي هما بيدفعوها. تالت حاجة الرفع الروح المعنوية للموظفين، الموظف لما بيحس إن هو شغال في شركة بتمشي بنظام أو بتمشي بستاندر عالمية بيبقى هو مرتاح نفسيا، مش محتاج إن هو يبقى كل شوية مش متوقع هو إيه النكست ستيب اللي هو هيعملها في الشركة، أو هيبقى إيه الرولز اللي ممكن تطبق عليه. بالنسبة له هيبقى هو خلاص مطمن وعارف إن الشركة دي عندها سيستم، عندها سيستم عالمي ماشية بيه، فهو مش هيتعرض للظلم، مش هيتعرض لأي اضطهاد ولا أي مشكلة عنده في الشركة. كمان الانترناشونال ريكوجنايزيشن اللي هو بيسموها التصنيف العالمي، أو اللي بيسموها كانوا بيسموها بيسموها اللي هي التعريف الدولي، أو اللي بيبقى خلاص هما الشركة دي معترف بيها دوليا، علشان كده هي خلاص بتطبق السيستم العالمي أو السيستم الموجود ده. بعد كده بنتكلم عن decision making، إن هو بتقدر تاخد قرارات مبنية على معلومات زي ما قلنا. كمان بيبقى عندها معاملات كتير، يعني بتبقى عاملها عندها معاملات مع سبلايرز بطريقه سهله، ما بتبقاش عندها مشكله، ما بيبقى عندها سبلايرز هي بتتعامل معاهم، بتتكلم معاهم بنفس اللغه او بنفس اللانجوج، هيبقى بالنسبه لها التعامل اسهل، هيبقى عندها التشيك ليست بتاعتها معروفه، هيبقى معروف ان هي لو جالها مثلا برودكت او رو ماتيريال هي بتشتغل بيه، البرودكت ده لو غير مطابق فمعروف ان هي مش هتستلمه، مش بتدخل في مشاكل تحكيم، مش بيبقى عندها مشاكل كتير، فبتقلل شويه من مشاكل السبلايرز او الريليشن شيب بتاعت السبلايرز اللي هي شغاله معاه. كمان بتخلي عندها ان الريكورد اللي هي بتتعامل بيها بتبقى ريكورد دوليه او حاجه عالميه، فبالتالي الستاندرد بتاعها بتبقى مظبوطه جدا. كمان ان هي بتسعى لان هي بيبقى عندها الكاستمر بتاعها بيقدر ان هو يحصل على الساتسفاكشن بتاع الكاستمر بطريقه كويسه، وبيبقى عارف ان هو يقيس مدى رضا العميل عن البرودكت او عن السيرفيس اللي هو بيقدمه ولا لا. اخر حاجه ان هي بتقدر تعمل تحسين مستمر للشركه بتاعتها، وبتقدر ان هي تشوف هل هي فعلا وصلت للي هي كانت عاوزاه، ولا هي تقدر تحسن من المستويات اللي هي تقدر توصل لها اكتر من كده. طيب ايه كمان؟ طب بالنسبه احنا قلنا ان احنا عندنا الشهاده بيبقى ليها بنفيتس للاتنين، بالنسبه للاورجانيزيشن وبالنسبه للكلاينت، فتفتكروا ايه هو المفروض ايه اللي هيفيد الكلاينت لو هو عنده الشركة دي عندها ايزو او ما عندهاش؟ تحسين مستمر. ايه كمان؟ تحسين مستمر ده بالنسبة للأورجانيزيشن، ضمان الكفاءة، بالظبط كده. عدم الارجاع، بالظبط كده. تأكد من رضا العميل، تحسين جودة المنتج، ضمان جودة المنتج، بالظبط كده. اول حاجة الكواليتي، ان هي بترفع الكواليتي بتاعت السيرفيس اللي انا باخدها. لما انا بروح لشركة وببقى عارفة ان هي عندها ستاندرد هي شغالة بيها، ببقى انا متأكد ان الشركة دي الكواليتي بتاعت الحاجة اللي انا هتعامل بيها هي اكيد خلاص
مشيت على السيستم المظبوط اللي هتوصل لي الحاجة بتاعتي بطريقة كويسة وهحصل على الرضا على طول، مش هبقى محتاج ان انا ادخل في مشاكل وان انا ارجع كل شوية الماتيريال بتاعتي او ارجع البرودكت اللي انا باخده منها. كمان اشورنس اوف سيرفيس، ان هي بتبقى انت متأكد ان السيرفيس بتاعتك دي هتتأدى لك بطريقة كويسة جدا وبطريقة صحيحة، ولو فيها اي مشكلة فانت عندك اكتر من شانل عشان تقدر ان انت ترجعها. كمان improve the experience، تبقى experience عندك تبقى كويسة، تقدر ان انت تعمل لها ماركتنج. ان احنا بالنسبة لنا مثلا ان انا لو رحت اتعاملت في حاجة هبتدي ان انا اعمل لها ماركتنج، لو رحت اتعاملت مع برودكت او مع سيرفيس ولقيتها كويسة هبتدي ان انا اتعامل مع اكتر من مع حد تاني، لو كل حد جه سألني الحاجة دي جايبها من فين او الحاجة دي كنت بتعملها فين هتروح تقول له عند فلان، فانت بالنسبة له كده انت بتعمل له ماركتنج بطريقة غير مباشرة. تمام، فكده improved experience. طيب بالنسبة للايزو ستاندرد، احنا كنا اتكلمنا قلنا ان احنا هنطبق البلان دو تشيك اند اكت. طيب حد فاكر حاجة من الكلوزس اللي احنا اشتغلنا بيها دي؟ سكوب، ريفرنس، ديفينيشنز، قلنا اول ثلاثة دول قلنا عليهم ايه؟ واحد واثنين وثلاثة قلنا عليهم كلوزس ايه؟ مش فاكر. كيو ام اس كواليتي مانجمنت سيستم، غير قابلين للتنفيذ. بالظبط كده، قلنا ان هما كلوزز غير تطبيقيه ان احنا مش بنطبقها. طيب فاكرين احنا اتكلمنا عن تعريفات الجوده، قلنا تعريفات الجوده ايه؟ ايه هو تعريف الجوده؟ بفكركم ان في تعريفات كتيره للجوده ولكن لا يوجد مفهوم ثابت للجوده، بيختلف مفهوم الجوده من العميل للعاملين. بالظبط كده يا استاذ شاذلي، هي التطابق من اول مره وكل مره. الجوده هي التطابق مع المتطلبات من اول مره وكل مره. وقلنا كمان ان الجوده ممكن نقول ان الجوده هي ثقه المستخدم، وان الجوده هي الملائمه للغرض، ان انت بتروح تحقق الحاجه بتاعتك، ان انت عاوز الحاجه دي، عاوز الكشاف ده عشان ينور، هو بينور بس خلاص، انت كده حققت الجودة اللي انت محتاجها. تمام، التطابق من اول مرة وكل مرة. طيب فحد فكر كنا بنتكلم عن، احنا قلنا طبعا السكوب، الريفرنس، الديفينيشنز، الداتا دول غير تطبيقيين ومش هنتعامل فيه، احنا بس بتبقى عبارة عن تعريفات واحنا خلاص مش هنتكلم فيه. بالنسبة لاربعة، كونتكست اوف اورجانيزيشن، حد فاكر الكونتكست اوف اورجانيزيشن دي بتسالنا عن ايه؟ المفروض ان احنا نبقى عندنا حاجات احنا عارفينها. ايه هي بقى؟ سياق المنظمه. ايه هو سياق المنظمه؟ اجراءات معلنه. لا خالص، دراسة السوق. أيوة بالظبط كده، الأطراف المعنية وسياق المنظمة، بلان، إجراءات معلنة، خطة. بالظبط كده، الـ context of organization أو اللي هي اسمها بيسموها سياق المنظمة كلوز نمبر 4. الشركة بتبقى الأيزو بيبقى عاوز يعرف الشركة دي، هل الشركة بتبقى فاهمة هي بتعمل إيه؟ عارفة النشاط بتاعها إيه بالظبط؟ هل الشركة عارفة المنافسين اللي معاها في السوق ولا لأ؟ هل هي محددة المنافسين؟ بالظبط كده، هل بتحدد المنافسين ولا لا؟ هل هي حاطة استراتيجية للعمل ولا لا؟ هل هي عارفة نقاط القوة والضعف بتاعت السوق اللي هي داخلة فيه أو المجال اللي داخلة فيه؟ هل هي عارفة الفرص الموجودة في المجال ده ولا لا؟ هل هي عارفة المخاطر أو المخاوف، العوامل الاقتصادية أو السياسية اللي ممكن تقابلها في المجال بتاعها ده ولا لا؟ الشركة عشان تقنع الجهات المانحة للشهادة لازم تقدمها مستندات او مانيوالز بيعرفها ان هي فعلا دارسه كل الحاجات دي، قادره ان هي يبقى عندها نظام ولا لا. كمان هل الشركه عارفه الانترست بارتس بتوعها ولا لا، هل هي عارفه ان في حد من المهتمين بالمجال بتاعها ده ولا مش موجودين.
كمان لازم تبقى عارفه السكوب بتاع المجال بتاعها هتشتغل فيه ازاي. لازم تبقى متاكده هل هي عندها سيستم ولا احنا خلاص، يعني الشركه لو ما عندهاش سيستم او كواليتي مانجمنت سيستم فهي خلاص مش مضطره ان هي تمشي على نظام الايزو، لان مهم جدا ان هي عشان تطبق الايزو عندها ويكون عندها سيستم شغال عليه. طيب ده كده بالنسبه للكونتكست اوف اورجانيزيشن. بالنسبه للليدرشيب، المنظمه المانحه او الايزو بتبقى عاوزه تعرف ايه من الليدرشيب، القياده اتكلمنا فيها عن ايه. اتكلمنا فيها عشان افكركم عن التزام الاداره العليا، حد فاكر؟ تحديد المسؤوليات بالظبط كده. الايزو بيبقى عاوز يطمن ان الاداره العليا ملتزمه بمتطلبات الايزو ولا لا. هل الشركه شايفه ان الايزو متطلبات الايزو دي بتبقى حاجه بتضيع وقت العاملين ولا هي حاجه مهمه جدا ان هي تعمل؟ فالتزام الاداره ده فيه بنود كتيره جدا، لازم نبقى عارفين الاداره دي ملتزمه بكده. بتعرف من فين بقى؟ اولا ان اداره الشركه مسؤوله عن نظام اداره الجوده في الشركه. إدارة الشركة مسؤولة عن التأكد من وضع السياسات والإجراءات اللي بتضمن بها تنفيذ الجودة بشكل فعال. إدارة الشركة مسؤولة عن التأكد إن الإجراءات والسياسات اللي موضوعة في الشركة لا تتعارض مع متطلبات الكواليتي. إدارة الشركة مسؤولة عن دراسة حساب كل المخاطر اللي ليها تأثير سلبي على الكواليتي. إدارة الشركة مسؤولة عن توفير الموارد اللي بتساعد على تنفيذ الكواليتي بشكل فعال. إدارة الشركة مسؤولة عن التأكد من وجود كل المعلومات لكل واحد في الشركة ليه تأثير على الكواليتي. إدارة الشركة مسؤولة إن كل موظف في الشركة عارف مسؤولياته تجاه الكواليتي وجزء من مهامه اللي بيتحاسب عليها مراعاته لمتطلبات الكواليتي في شغل. الشركة مسؤولة عن أهداف الجودة تحقيقها وتوفير الموارد المطلوبة ليها. إدارة الشركة مسؤولة عن عمليات التطوير والتحسين بتاعة الشركة. مهم جدا إن الشركة تبقى عارفة كل الدور بتاعها هي بتعمل إيه، ومش بس شرط ان هي تكتب ان الدور بتاعها ده او تكتب ان هي ملتزمه باداء الكواليتي او تكتب في البوليسي بتاعتها كده، هي لازم تكون متاكده وعارفه. الناس بتوع الكواليتي لما بييجوا يتشكوا على اي اورجانيزيشن يبتدوا يسالوا الناس الموجوده، الناس البسيطه اللي موجوده في الشركه، هل هم يعرفوا حاجه عن الكواليتي ولا لا، لان ضروري جدا ان هم كمان حتى عارفين اتجاه الشركه ايه والكواليتي بتاعتها بيبقى مطلوب منهم ان هم يعملوا ايه عشان يقدروا يعرفوا هل فعلا في اويرنس في الشركه عن الكواليتي ولا مش موجود. كمان الكاستمر فوكس، التركيز على العميل. العميل اهم حاجه في اي اورجانيزيشن في اي نظام، لانه في الاخر هو اللي بيشتري الحاجه بتاعتك او هو اللي بيستعمل الخدمه بتاعتك. فبالتالي لو ما عجبتوش الخدمه او المنتج اللي انت بتقدمه انت مش هينفع ان انت تكمل، لان الشركه بتركز على رضا العميل. لو الشركه ما ركزتش على ده هتقفل، لانها بالتالي مش هتقدر تبيع لحد تاني لو هو فعلا مش عاجبه المنتج ده. فالايزو عاوز يشوف الشركه هل هي مهتمه براي العميل ولا لا. الايزو كان بيحدد شانلز معينة عشان يعرف الشركة مهتمة بآراء العملاء ولا لا. تفتكروا كانت شانلز دي كانت عبارة عن ايه؟ خدمة ما بعد البيع. تمام، ازاي بقى؟ انا خلاص بعت المنتج بتاعي، ابتدي ان انا اعرف ازاي ان الشركة دي مهتمة فعلا برأي العميل بتاعها ولا هي خلاص بعت المنتج وملهاش دعوة. بالظبط كده، الكاستمر كومبلين، كاستمر سيرفي. الحاجتين دول اكتر حاجتين بيبينوا ان الشركة مهتمة برأي العميل بتاعها وبتبتدي ان هي تشتغل عليه، تشوف ان هي بتسيب له تشانلز ان هي يقدر يتعامل بيها فيما بعد. طيب ده كده بالنسبه للعميل. طيب بعد كده اتكلمنا عن البوليسي بتاعه الشركه. قلنا ان الايزو بيلزم الشركه انها تكتب البوليسي بتاعتها وتاكد التزامها بكل متطلبات الستاندر والجوده، زي تحديد اهداف الجوده، الالتزام بالتحسين المستمر، تحقيق رضا العميل، الالتزام بالقوانين، ميثاق بيلتزم بيه الشركه نفسها علشان تبتدي تحقق متطلبات الجوده. فقلنا زي ما اتكلمنا من شويه بنقول ان زي ما هي بتلتزم ان هي تكتب البوليسي دي في مكان معروف في الشركه، ان هي لازم برضو تنشر البوليسي دي ما بين الناس عشان الناس تبتدي تشتغل عليها والناس تبقى عارفه هي ملزمه بايه. كده احنا خلصنا ليدرشيب، خلصنا كونتكست اوف اورجانيزيشن، هتبتدي بالبلاننج. البلاننج كان موجود، كنا بنتكلم على ثلاث حاجات في البلاننج، حد فاكر؟ بلاننج فور ايه وبلاننج فور ايه؟ فور اكشن؟ لا خالص، بلاننج فور تشينج. ايوه بالظبط كده، بلاننج فور ريسك. واول واحده بقى غير الريسك، اوبجكتيفز. بالظبط كده،
planning for objective, planning for change, planning for risk. أول حاجة planning for objectives. الفكرة إن الأجل بيبقى عاوز يتأكد إن الشركة بتحط أهدافها بطريقة صحيحة. كنا قلنا إن لينا أهداف، إن أنا إزاي أحط الأيزو، حدد إن أنا إزاي أحط الهدف وأسمي الهدف ده هدف صحيح. كان عندنا 8 شروط ولا 12 شرط عشان أقول إن الهدف ده هدف صحيح. حد فاكر منهم حاجة؟ لازم الهدف يكون إيه؟ أيوة بالظبط، برافو عليك. قابل للقياس، قابل للتنفيذ، سمارت، محدد بمدة، قابل للتطبيق، يحقق القيمة، مخطط له، إيه كمان؟ متوافق مع سياسة الشركة، مونيتور بالظبط كده، necessary resources المسؤولية، لازم يحدد المسؤولية، لأن احنا قلنا إن أي وظيفة مش محدد ليها شخص إنها تبقى وظيفة محدش يعملها، communicated، documented، proved. تمام، أول حاجة قلنا الهدف لازم يكون محدد specific، لازم يبقى عارفين المحدد هو الهدف ده إيه بالظبط. تاني حاجة لازم يمكن قياسه. ثلاثة achievable يمكن إن أنا أحققه، أربعة related مرتبط بأهداف تانية، خمسة ليه time frame ممكن إن أنا أقول الهدف ده هيتحقق في خلال قد إيه، ستة إن هو يكون متوافق مع سياسة الشركة وما يكونش ضد سياسة الشركة، سبعة لازم أحدد مين اللي هيشتغل عليه، إن هو يكون communicated، إن هو يكون متصل بأهداف تانية أنا بشتغل عليها في الشركة، ميبقاش هو هدف ضد الأهداف اللي أنا بشتغل عليها التانية. لازم يكون بقدر ان انا احاسبه، ان انا اقدر اقول ان انا هتحقق ولا ما اتحققش، لازم يكون مونيتورد عشان اقدر ان انا اتعامل معاه، لازم يكون بلان، لازم يكون متخطط له، ما يكونش هو هدف محطوط كده وخلاص، لازم يكون فعلا متخطط له من قبل منها، لازم يكون ليه حد مسؤول عنه، ولازم يكون اوبجكتيف ايه، واحدد ايه هي الموارد بتاعته اللي هو اللي انا محتاجها، واخر حاجه ان هو لازم يكون دوكيومنتد بشكل واضح علشان ابتدي ان انا اشتغل عليه. طيب البلاننج فور ريسك، قلنا لما بنيجي نعمل بلان لاي ريسك نعملها ازاي؟ أو الأيزو بيقيس إن الشركة دي عاملة بلان للريسك وعندها ولا مش عاملة؟ قياس شدة خطورة ريسك بالظبط كده. إيه كمان غير شدة الخطورة إحنا بنقيسها؟ وضع خطة للتعامل، النتيجة، لا غير شدة الخطورة، هو بيبقى محتاج ان هو يقيس ايه تاني غير شدة الخطورة؟ اوبجيكتيف، لا مش سؤالي ان هو ايه في البلان فور ريسك يقيس ايه، او بيبقى هو بيحاول ان هو ازاي الشركة، ازاي المنظمة او المنظمة المانحة او الايزو يقدر يقول ان الشركة دي عاملة بلان فور ريسك، يعرف منين؟ ريسك ريجستر، امباكت اوف ريسك، تحديد المخاطر. تمام، ازاي اقدر ان انا احدد المخاطر؟ شركة عاوزة تحدد المخاطر بتاعتها، تحدد المخاطر بتاعتها بناء على ايه؟ طيب اول حاجه تعمل لسته بكل المخاطر اللي ممكن تواجهها. تمام، الشركه بتعمل لسته بكل المخاطر اللي هي ممكن تواجهها في الفتره اللي جايه. اتنين، تبتدي تتوقع معدلات تكرار المشكله. ثلاثة، بتبتدي تقيس شده خطوره المشكله دي، او شده خطوره ان هو لو حصل عندي المشكله دي انا هيبقى ايه اللي ممكن الدامج اللي ممكن يحصل لي، او المخاطره اللي انا ممكن اخدها. أربعة، لازم تحط خطه لمنع حدوث الريسك ده. تمام، وخمسة، تبتدي ان هي تنفذ خطة منع الريسك دي، حالة ان هو يظهر عندها اي بادرة من بوادر الريسك دي ان هي هتحصل عندها، فبالتالي تبتدي ان هي تنفذ الخطة دي.
ستة لازم تبتدي ان هي تقيس الاجراءات اللي عملتها على الريسك دي، هل هي فعلا كانت مجدية وفعلا عملت لها حلت لها المشكلة. واخر حاجة لازم تكون عاملة كل ده دوكيومنتد علشان تبتدي ان هي تشتغل عليها، عشان لما تيجي تحصل لها الريسك ده تاني ما تبتديش فروم سكراتش من اول وجديد. طيب ده كده للبلان فور ريسك. طب البلان فور تشينج بيحصل ازاي؟ او الايزو بيقيس ان الشركة دي عندها بلان تشينج ولا لا، او ايه هو البلان فور تشينج، هو كذا اكتر من طريق. بلان ايه وبلان بي مانج اوف تشينج، احنا كنا قايلين خطوات. طيب نشرح البلانينج فور تشينج عشان يبقى الموضوع اسهل من كده. احنا بنقول هنا البلان اوف تشينج ان اي شركه في الدنيا بيحصل لها تغيرات بتقدر ان هي تتجاوزها وتعمل التغيرات دي. طيب الفكره بقى هنا، هل ده التغيرات اللي بتعملها دي لها تاثير سلبي او ايجابي على الشركه؟ فبالتالي محتاجين ان احنا نحدد التغيرات دي. اول حاجه لازم نحدد الهدف من التغيير، التغيير اللي انا هعمله ده الهدف منه ايه، تمام. تاني حاجه لازم اتوقع نتيجه التغيير اللي متخطط له واللي غير متخطط له. انا دلوقتي عملت بحاول ان انا اعمل تغيير عندي في الشركه، فاول حاجه لازم احدد الهدف من التغيير ده ايه، تاني حاجه اتوقع نتيجه التغيير، تمام، وبعد كده ايه هي الريسك اللي ممكن تحصل لي من التغيير اللي انا ممكن اكون عملته ده. اربعه تحديد الموارد اللي انا بحتاجها علشان نعمل التغيير، لان انا ما ينفعش مثلا ان انا اقول هفتح برانش مثلا جديد او انا هفتح خط انتاج جديد وانا في الاخر ما عنديش ناس تشتغل عليه، فلازم احدد انا محتاج برضو ايه الموارد اللي انا محتاجها، ولازم احدد المسؤوليات والصلاحيات. طالما يبقى عندي موارد يبقى لازم احدد المسؤوليات والصلاحيات في اي حاجه علشان يتم عندي الناس تبقى عارفه كل حاجه وظيفتها ايه او كل واحد وظيفته ايه. لو التغيير ده مرتبط بهدف لازم اغير الهدف علشان ابتدي ان انا اشتغل عليه تاني، عشان ما ينفعش ان انا اكون عملت تغيير وفي الاخر الهدف ده ما حصلوش التعديل اللي عليه، تمام. الخطوات دي نخلي بالنا منها جدا، الحاجات دي مهمه جدا في الايزو. كل الخطوات دي احنا يمكن اتكلمنا عنها باستفاضه قبل كده، بس انا بتكلم عنها سريعا دلوقتي محتاجين ان احنا نراجعها، مش بس عشان الامتحان، عشان هتنفعك بعد كده كتير في استخدامك في الدوكيمنت مانجمنت بعد كده، تمام. طيب ده كده على البلاننج. طيب الايزو ستاندر فور تو دو، قلنا اتكلمنا عن حاجتين السبورت والاوبريشن. السبورت الايزو بيبقى محتاج ايه في السبورت، او محتاج يعرف الشركه عندها ايه في السبورت ده، او ايه هو السبورت ده عباره عن ايه. الريسورسز بالظبط كده، كمان مانجمنت سبورت، بيبول، مستندات. لا المستندات علاقه بالمستندات، انت حضرتك بتتكلم عن documented information، ماشي. ال equipment طيب السبورت ده الايزو بيبقى عاوز الشركه تحدد الحاجات اللي انت محتاجها علشان تشتغل في الشركه. انت محتاج ايه؟ انت مثلا شغال في بروجكت محتاج ايه؟ محتاج بنيه تحتيه، محتاج تولز، محتاج حد يكون بيعرف يعمل الشغلانه دي طريقه المكتوبه للعمل اللي احنا بنسميها المانيوالز، تمام. فاول حاجه البنيه التحتيه هي الادوات، المباني، الارض، الصرف، الميه، الاجهزه. محتاج تحدد الايزو بيطلب منك ان انت بتحدد البيئه التحتيه والادوات بتاعتك، عددهم، مراجعتهم، صيانتهم، بتراقب ادائهم ازاي، كل الحاجات دي محتاج ان هو تعرف ان انت بتعمل كنترول على الايكويبمنت بتاعتك دي ازاي. نيجي بعد كده للبيئه المحيطه بالعملاء والموظفين، يبقى مطلوب منك ان انت تحدد درجات حراره للعمل بتاعتك، محتاج احدد ايه هي العوامل البيئيه اللي لازم اراعيها وانا شغال، زي مثلا تصنيع شركات الادويه مثلا بيبقى في حاجات معينه محتاجه درجات حراره معينه، محتاجه درجات اضاءه معينه، فلازم يبقى الناس كلها عارفه ده علشان ما تحصلش عندك مشكله او يحصل عندك تلف او يحصل اي مشاكل. محتاج تراقب العوامل البيئيه دي، محتاج يكون عندك جهاز لقياس العوامل دي. محتاج ان انا لو انا مثلا شغال في بروجكت مثلا في انشاء مثلا يكون عندي ترمومتر اقدر اقيس بيه درجه الحراره الموجوده عندي في الموقع. محتاج ان الاجهزه اللي انا شغال عليها دي يكون ليها طريقه معايره معينه علشان اتاكد ان هي بتقيس درجه الحراره دي بطريقه صح.
لازم ما يكونش فيه تفريق ما بين الموظفين، تفريق ما بين الموظفين اللي شغالين معايا، ما يكونش فيه ضغط زايد على الموظفين عشان يقدروا ان هم يؤدوا طرق يعني يؤدوا شغلهم بطريقه صحيحه. فكمان الهيومن ريسورس، المهارات والكفاءات الكومبيتنس، بالنسبه لي ان انا لازم ابقى عارف يتم اختيار الموظفين بكفاءه ومهاره معينه. يعني ما ينفعش ان انا اجيب سواق وهو نظره ضعيف، سواق وهو عنده مشكله، ممكن يشتغل شغلانه تانية، بس لازم كل واحد يكون بيعمل الوظيفه دي يكون عنده المهاره ويقدر يعمل الوظيفه دي. كمان لازم يتم اختيار الموظفين وتدريبهم على الحاجات اللي بتساعدهم في ان هم يشتغلوا دي. عايز عاوز يعرف ازاي الناس بيتم تدريبهم، ايه هي المواد التدريبيه اللي بيدربوا عليها، ايه هي نتائج التدريب ده. مهم جدا ان هم يكونوا فاهمين سياسه الشركه واهدافها. لازم كمان يبقوا متعرفين ان هم يتاكدوا ان الحاجات دي موجوده ولا لا، المعايير اللي الشركه عايزاها بطريقه صحيحه، هل هي فعلا بتدرب ده علشان تطلع الناس فاهمين، هل هي الشركه دي بتتعامل مع ناس اجانب فمحتاجه ان تكون اللانجوج عند الناس اللي بتتعامل مع الناس الاجانب او الفرونت ديسك دول شغالين بطريقه صحيحه او بيعرفوا يكونوا الاكسنت عندهم بطريقه صحيحه ولا لا. كمان التواصل، محتاج الايزو محتاج عاوز يشوف ان الشركه عامله اجراءات واضحه لعمليات التواصل ولا لا. الايزو بيشوف ان عمليات التواصل غير جيده بتخرب كل عمليات الاوبريشن بالنسبه لها. لو انا عندي مشكله في الاي تي وما عنديش طريقه اتصال صحيحه او طريقه اتصال معلنه الراجل بتاع الاي تي، ممكن اكون بكلمه وهو مش موجود على مكتبه. يعني دايما موظفين الاي تي او المهندسين بتوع الاي تي مش موجودين طول الوقت في مكاتبهم، فبالتالي لو انا ما عنديش اجراء صحيح اقدر ان انا اتواصل مع الراجل ده انا هضيع وقت كتير وهيبقى عندي هدر كتير في الموضوع ده. تمام، فالايزو بيطلب من الشركه انها تعمل اجراءات بتقول مين هيتواصل مع مين، اما يكون محتاج ايه، وطريقه التواصل دي عامله ازاي، وامتى هيتواصل معاه، ويكون ليها اجراءاتها بتكون عامله ازاي. تمام، وايه هي طريقه التنفيذ وايه هي النتيجه المطلوبه من كل ده. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه بنقول الدوكيومنتيشن. بعد كده نتكلم عن الانفورميشن او الدوكيومنتد انفورميشن. احنا قلنا ان احنا عندنا قانون زي ما استاذ الشاذلي كده بيقول، كل عمليه لم توثق لم تحدث. اي عمليه اتعملت غير موثقه فهي بالنسبه لي ما اتعملتش، انا ما شفتهاش. تمام، ومفيش حاجه كمان اسمها ان انا عملت العمليه دي وبعدين ابقى اوثقها، او هي مش محتاجه ان انا اوثقها دلوقتي. اوكي، فاهم حاجه من عمليات التوثيق ان انا ابقى متاكد ان كل الدوكيومنتس دي معمول لها عمليه توثيق. بالنسبه للريكورد او بالنسبه للدوكيومنت، انا محتاج، احنا قلنا على شويه شروط للدوكيومنتس المعروفه عشان نقول ان دي دوكيومنتس صحيحه او انفورميشن دوكيومنت فعلا او ان دي دوكيومنتس صحيحه. قلنا شروطها ايه؟ شروط المستند ايه؟ signed. ايوه بالظبط، برافو عليك. titled كمان، dated from to stamp ماشي، signed anthem ماشي، الاختام، لا غير الاختام، هو الايزو ما قالش اختام، احنا قلنا title. اول حاجه تكون معرفه بشكل جيد، يعني بنكون الدوكيومنتس دي اول ما بمسكها ابقى عارف الدوكيومنتس دي بتتكلم عن ايه. اول حاجه تكون معرفه بشكل جيد، لازم يكون ليها عنوان، لازم يكون ليها تاريخ، لازم تكون ممضيه، يكون في حد مسؤول عنها هو اللي بيتابعها، يكون تمت مراجعتها بشكل دوري. تمام، عشان اتاكد ان هي جاهزه للاستخدام. فلازم تكون كل الاسباب دي موجوده عندي، كل الشروط دي موجوده عندي في الدوكيمنت عشان اقدر اقول ان دي دوكيمنت صحيحه. ولازم كمان تكون الدوكيمنتس دي موجوده في مكان استخدامها، يعني ما ينفعش المانيوال بتاع المعده يكون موجود في درج المهندس، لازم المانيوال بتاع المعده يكون جنب المعده بتاعته، ما ينفعش ان هو يكون موجود في مكان تاني. واي عمليه تغيير لازم تكون كنترولد عليها، ابقى عارف ان التغيير ده حصل امتى وحصل ايه، علشان لما اجي اسحب الوثائق القديمه ابقى عارف التغيير ده حصل لها امتى والوثيقه دي اتغيرت امتى وصلت لايه. تمام، نيجي بعد كده للاوبريشن. هل الاوبريشن بيعرفني، الايزو بيعرفني انا ببتدي اعمل عمليه التشغيل في شركتي ازاي؟ يعني بيديني الخطوات اللي انا همشي عليها ولا بيعرفني اوبريشن ازاي؟
بلان اوكي ستبس بالظبط كده. الايزو بيقول لك ايه هي الخطوات اللي هتمشي عليها من اول ما بدات تفكر في المنتج او في الخدمه لغايه ما تسلمها للعميل. هو مش هيديك طريقه انتاج او مش هيديك طريقه تصنيع، بس هو هيديك خطوات تمشي عليها في اي منتج او اي خدمه لحد ما توصل فيها. اول حاجه بنتكلم فيها الكاستمر ريكويرمنت، لازم ان انا اجمع اول حاجه تحديد احتياجات العملاء، هل هي قابله للتنفيذ ولا لا. بحاول ان انا اجمعها كلها في مكان واحد، يعني انا مثلا بقعد مع العميل وبقدر اشوف العميل ده طالب ايه هي طلباته. بعد كده ببتدي ان انا اعمل تصميم او ان انا للخدمه دي علشان او للمنتج ده علشان ابتدي احصل على الكومنتات بتاعه العميل، عشان ما اتفاجئش بعد كده ان انا بعد ما خلصت المبنى ان هو مش عاوز المبنى بالشكل ده، يعني بعد ما اديت له المنتج خلاص النهائي يقول لك لا انا مش عاجبني المنتج ده، مش ده اللي احنا اتفقنا عليه. فبالتالي لازم يكون عندك تصميم للمنتج عشان تقدر ان انت تنفذه بطريقه صحيحه، تحط المعايير العمليات بالظبط كده. بعدين هتحول المتطلبات اللي انت جمعتها دي لحاجه ممكن تنفذها. اول حاجه تخطيط عمليه التصميم، وتحدد ايه هي المدخلات اللي انت هتدخلها في عمليه الديزاين بتاعتك، وايه هي المخرجات، وان انا ازاي اقدر اراقب عمليه التنفيذ دي علشان اوصل المدخل اللي انت دخلته لمخرج صحيح. تمام، نيجي بعد كده لمرحله البروفيجن او اللي هي الرؤيه، بتشوف ان انت عندك عمليات مراقبه على التشغيل بتتم ازاي. هل انا بعمل عمليات مراقبه على التشغيل؟ ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي فرق عن عمليات الكواليتي اشورنس والكواليتي كنترول. ببتدي ان انا احط عمليات مراقبه على التشغيل، ببتدي اتتبع كل منتج علشان لو حصل مشكله ما احاولش ان انا اسحب كل المنتجات الموجوده في السوق. عمليات ما بعد البيع، اتاكد انها وقت وفت الغرض المطلوب عندي. عند ظهور اي حاله عدم مطابقه ابتدي ان انا احاول اسحبها من السوق، او ان انا اعرف العميل ان انا عندي مشكله عدم مطابقه في المنتج ده لو هو وصل له، ان انا ابتدي اسحبه من عنده. تمام، طيب التحكم في الموردين احنا اتكلمنا عنه وقلنا ان احنا ازاي نقدر نتحكم في الموردين من خلال عمليات الاوبريشن. ازاي اقدر اتحكم في الموردين؟ هما أربع حاجات: توفير المعلومات عن كل مورد، لا خالص، أول حاجة لازم يكون عندي نظام لإدارة الموردين. تمام، لازم المورد يكون عنده نظام إدارة بيحدد فيه المنتج بنفس المواصفات، يعني أنا لازم الأول أحدد المواصفات بتاعة المنتج بتاعي. ثانيا لازم يكون عندي تعاقد عن كل التفاصيل بتاعة المورد اللي انا شغال معاه. ما اجيش اقول له مثلا انا عاوز منك حاجه اشتري منك الرو ماتيريال الفلانيه توفرها لي مثلا كل شهر، ما كتبتش ان هي المفروض مواصفاتها ايه، ما كتبتش ان هو المفروض هيوفرها لي اول الشهر ولا اخر الشهر، ما كتبتش هو اللي هيوصلها ولا انا اللي هوصلها. دايما بيقولوا ان العقد اللي فيه تفاصيل كتير بيقلل الخلاف، فبالتالي لازم ابقى كاتب كل التفاصيل بتاعتي في التعاقد بتاعي عشان اقلل الخلاف بتاعي. لازم اكون حاطط معايير لمراقبه على الاستلام مسبقه عن الاستلام، اكون انا مديله كل المعايير اللي انا هستلم على اساسها علشان احدد ان انا لما يجيب لي المنتج اقول له انا مش هستلمه، اقول مش هستلمه بناء على ايه. اخر حاجه يكون عندي نظام لتقييم الموردين علشان ابقى عارف ان انا المورد ده هو ملتزم في المواعيد، ملتزم في الماتيريال، ايه نوع الالتزام اللي هو بيبقى ناقصه عشان ابقى عارف انا بتعامل معاه على اساس ايه، ما ابتديش فروم سكراتش. تمام، هنيجي بعد كده احنا كده خلاص خلصنا الاوبريشن، نبتدي بالبرفورمانس ايفالويشن. طيب ازاي تقييم الموردين او سوري ال تقييمات الاداء؟ احنا ازاي بنقدر نعمل تقييم الاداء للشركه بتاعتنا او للسيستم بتاعنا؟ الاستبيان؟ لا خالص، دي مالهاش علاقة بالاستبيان خالص. evaluation، ايوه انا دلوقتي حطيت سيستم
الكواليتي مانجمنت بتاعي، والمفروض ان انا عاوز اقيس الكواليتي مانجمنت بتاعي ده، هل هو فعلا شغال كويس ولا لا؟ تحديد طريقة للقياس والمتابعة عن طريق ايه؟ بالظبط كده، الاوديت دي اللي انا مستنيه ان اسمع. الاوديت هو اكتر مثال حي بيوفر لك ان انت بتقدر تعمل البرفورمانس ايفالويشن بتاعك بطريقه صحيحه. الاوديت ده عباره عن ايه؟ او بيقيس ايه؟ تشيك ليست. تمام، هو تشيك ليست فعلا، مراجعه الاهداف. بالظبط كده، الشركة بتقيس الأهداف اللي حطتها لنفسها، هل الشركة بتنفذ السياسة اللي كتبتها ولا لا؟ هل الشركة بتحقق رضا العميل ولا لا؟ تمام؟ طيب بيقيس أول حاجة، بيحدد هو بيقيس إيه؟ لازم الـ performance evaluation عندي أحدد فيه هو بيقيس إيه؟ وهيقيمه إزاي؟ بأنهي طريقة؟ هل هو عنده كريتيريا معينة هيقيمها ولا لا؟ أول حاجة يحدد طريقة القياس اللي إحنا قلنا عنها اللي هي الـ internal audit، تحديد هتقيس كل قد إيه؟ الفترة اللي أنت المفروض يجي فيها يعمل عليك اوديت، المده كل قد ايه. وبعد كده بعد ما بيبتدي يعمل الاوديت بتاعك، هل هو بيبتدي ان هو يرجع للمانجمنت بتاعتك او يرجع للاداره يعرفها ايه اللي حصل في الاوديت ده ولا لا؟ فلازم يقول لك اول حاجه يحدد هو هيقيس ايه وهيقيسه ازاي وكل قد ايه. دي اهم حاجه، اهم ثلاث حاجات احنا بنتكلم فيهم عن البرفورمانس ايفالويشن. تمام، فاحنا بالنسبه لنا الانترنال اوديت لازم الشركه بشكل منفصل او بشكل منتظم تعمل مراجعات داخليه لكل العمليات اللي بتحصل داخليا وخارجيا، وتحدد لها مواعيد هدفها مراجعه كل العمليات اللي بتحصل في المنظمه ومقارنتها بالسياسات والاجراءات الموضوعه، تاكد ان هي بتنفذ بطريقه صحيحه. طيب انا بالنسبه لي كده خلاص، انا كده بعمل اوديت على شركتي عشان اتاكد ان فعلا الاجراءات اللي انا حاططها ان هي كده تمام مظبوطه. لما بتظهر عندي حالات عدم المطابقه، هل انا بعمل فيها ايه؟ هل انا ببعتها للاداره ولا هل انا ما خلاص ما بهتمش بيها؟ انا خلاص حصلت عندي عدم مطابقه، خلاص انا كده طبقت الايس وخلاص ماليش دعوه. ان سي ارز دي مع شركه ثانيه مش مع شركتي. حضرتك قصدك نان كونفورمسي؟ قابل للمانجمنت. بص، هو الاوديت بيتعمل علشان يبلغوا بيه المانجمنت عشان تبتدي ان هي تعمل مانجمنت ريفيو علشان ياخدوا قراراتهم، هل فعلا السيستم ده شغال ولا لا. فهدف الايزو ايه؟ طيب بلاش السؤال ده، هدف الايزو بتاعنا ايه؟ هدفين كنا اتكلمنا فيهم. continuous improvement، تمام، تطوير. ما هو استاذ ايهاب قال ان هي continuous improvement. applying quality assurance، تمام. هدف الايزو حاجتين، يتحقق هل الاهداف بتاعته اتحققت ولا لا، هل احنا ماشيين على الستاندر ولا لا. تمام، لازم يعرف هل انت ماشي على الستاندر كويس ولا لا، وانت حققت اهدافك اللي انت المفروض انت حاططها ولا لا. الايزو بيطلب ان الاوديت يمشي ازاي. طيب احنا الايزو كان حاطط لنا رولز كده يقول لنا المفروض الاوديت يمشي ازاي، كان في شويه شروط كده، حد فاكر حاجه من الشروط دي؟ بلان، ترسيق العمليات، طيب الايزو بيطلب من الشركه ان هي او من الانترنال اوديت ان هو هيمشي ازاي. اول حاجه بيقول له ان هو لازم يكون فريق للمراجعه مستقل عن الادارات الموجوده عنده، ما ينفعش ان الديبارتمنت اللي بتعمل ان هي نفسها اللي بتعمل الاجراء هي اللي تفتش على نفسها. اتنين، الفريق يراجع اجراءات الشركه ويشوف النقط اللي هيمشي عليها. تمام، ثلاثه، بيجهز لنفسه تشيك ليست علشان يستخدمها وهو بيفتش على العمليه. هو كده خلاص حدد طريقة القياس، بدأ إن هو يقول هيقيس إزاي ويبتدي إن هو يحط التشيك ليست بتاعته. بعد كده يحط خطة التفتيش، إمتى على أنهي إدارة ومحتاج معاه مين في الإدارات دي. خمسة، يطلع التقرير بتاعه للإدارة إذا كانت مطابقة ولا غير مطابقة. أما بتطلع حالات المطابقة، بتطلع حالات عدم المطابقة،
لازم يعمل لها فولو اب مع الشركه بتاعته علشان يتاكد ان الديبارتمنت دي قدرت ان هي تعمل اجراء تصحيحي صحيح وان هي مشيت عليه وان هي كده مشيت مع الاجراءات المظبوطه. مهم جدا ان هي تبقى تعمل لها فولو اب بعد الاجراء التصحيحي علشان تتاكد ان فعلا النتيجه دي ان المشكله دي اتحلت بالطريقه الفلانيه دي او بالاجراء التصحيحي ده، لان وارد ان هي تحط اجراء تصحيحي ويكون هو ده مش السبب الجذري بتاع المشكله اللي حصلت لهم او المشكله اللي خلت الديبارتمنت دي مش مطابقه للمواصفات اللي هي شغاله عليها. تمام. كمان اتكلمنا عن المانجمنت ريفيو، قلنا ان هو اجتماع او مجموعه اجتماعات بتعملها الاداره العليا للشركه بتراجع فيها كل عمليات تقييم الاداء علشان تحسن بيها اداء الشركه وتحدد مدخلات اجتماع مجلس الاداره وتحدد المخرجات بتاعتها وايه الخطوات اللي هي جايه وايه القرارات اللي هتبتدي تاخدها في المشروع بتاعها. طيب ده كده بالنسبه للبرفورمانس ايفالويشن. نتكلم بعد كده عن التحسين المستمر الامبروفمنت. احنا بيبقى عندنا شويه مشاكل من خلال الريبورتس اللي بتطلع لنا في الاداره نبتدي ان احنا نعمل لها تحسين. عندنا حاجه من الاثنين، يا اما احنا ما عندناش مشاكل وبنبتدي نعمل تحسين تاني او ان احنا نطور في النظام بتاعنا او نطور في السيستم اللي احنا شغالين عليه، او احنا عندنا مشاكل بنبتدي ان احنا نواجهها. تمام. ده كده كل ما يخص الايزو والحمد لله خلصناه بتمام. طيب نيجي بعد كده نتكلم عن البروسيس دوكيومنتيشن. قلنا ان احنا لما بنيجي نعمل بروسيس دوكيومنتيشن ان احنا بنعمل نيجي نعمل البروسيس بتاعتنا دي لازم نبقى عارفين ان احنا نرسمها بطريقه صحيحه. طيب احنا ممكن ناخد بريك 5 دقائق ونرجع نكمل تاني. تمام. عشان الجزء بتاع الايزو لو بيبقى كبير بيبقى دسم فمحتاجين ان احنا نعمل ريفرشمنت بس كده 5 دقائق ونرجع تاني. 5 دقائق مش اكتر عشان احنا بس كده ايه وقتنا مش هنلحق ان احنا نخلص باقي الحاجه. خلينا نرجع نكمل. كنا بنقول محتاجين ان احنا نتعلم مهاره ان احنا ازاي نعمل بروسيس لاي دوكيومنتيشن لاي بروسيس احنا شغاله عندنا. تمام. فاول حاجه لازم نحدد ايه هي البروسيس وايه هي المجال بتاعها او النطاق بتاعها او السكوب بتاعها او تعريفها. لازم احدد اول حاجه البروسيس اللي انا هشتغل عليه. تاني حاجه لازم احدد ارتب الخطوات بتاعه البروسيس دي بطريقه صحيحه. لازم اعرف مين اللي مسؤول عن كل خطوه من الخطوات دي ومين اللي هيعملها. لازم احدد مين الناس اللي مسؤوله ان هي تعمل البروسيس بتاعتي دي. كمان لازم لو عندي اي اكسبشنز لازم احددها. لو انا مثلا بعمل بروسيس دوكيومنتيشن مثلا هتمشي عندي في كل الديبارتمنت وانا عندي ان السكشن بتاع الماليه مش هينفع عليه البروسيس دي، فلازم احدد كل الاكسبشنز بتوعي اللي مش هيبقوا انفولف في البروسيس اللي انا بحطها دي. كمان محتاج ان انا احط كنترول بوينتس علشان ابتدي اشتغل عليها وابتدي ان انا اراجع واقدر ان انا اعرف هل هي فعلا بتتم كده ولا بطريقه الطريقه اللي بتتم بيها دي طريقه صحيحه ولا لا. كمان محتاج ان انا اقدر ان انا اعمل لها ريفيو وان انا اعمل لها تيست هل هي فعلا ادي الوظيفه الصحيحه اللي احنا انا عاملها عشانها ولا لا. طبعا احنا اتكلمنا على البروسيس دي وعملنا بروسيس عمليه لينا في المحاضره، لو في حد بالنسبه له حاجه مش فاهمها ممكن يرجع المحاضره. تمام. طيب الكواليتي تشيك، قلنا اول حاجه لازم نعملها في الكواليتي تشيك نبص على ايه. قلنا ان احنا في اي دوكيمنتس احنا بنستلمها ومحتاجين ان احنا نعمل عليها تشيك محتاجين ان احنا نبص على ايه. الاختام. الاختام دي اخر حاجه. اول حاجه ايه؟ الريفرنس والريف. بالظبط كده. اول حاجه بدور عليها الريكوست نمبر ان انا هستلم الحاجه دي بتاعتها فين. اول حاجه ببص عليها الريكوست نمبر والريفيجن بتاعي. بعد كده ببص على التاريخ، بعدين ببص على نوعيه الدوكيومنتس اللي متقدمه لي دي هل هي فعلا دوكيومنتس متقدمه بطريقه صحيحه ولا لا. بعدين ببص هي مبعوته لي ليه، الحاجه دي مبعوته فور انفو فور اكشن فور ريفيو. هي بالظبط مبعوته لي، لازم ابقى عارف ان الدوكيومنتس دي مبعوته لي ايه المطلوب مني ان انا اعمله في الدوكيومنتس دي. بعد كده اتاكد ان هي ممضيه من مدير المشروع اللي جايه لي منه، ان هي تكون ممضيه وان هي تكون مختومه بشكل صحيح وتكون وتابع فيها ايه. كمان اتابع الاتاتشمنت بالظبط ان انا ابقى عارف ان الاتاتشمنت موجوده عندي بطريقه صحيحه. طيب انا دلوقتي خلاص الدوكيومنتس دي كل تمام، كل حاجه تمام فيها زي الفل، انا هبتدي استلم. ترى احنا بنستلم ازاي؟
ابتدي ان انا استلم ازاي الموافقات، اختام التوقعات، ريفيجن، ستامب، ديت اند ريسيف. بالظبط كده. اول حاجه انا بختم اي حاجه عندي بالختم بتاع الريسيف ده اول حاجه. بعد كده ببتدي ان انا اعمل ديستريبيوشن. تمام، لازم يكون عندي مجموعه من الاختام انا بتعامل بيها كدوكيمنت كنترول. اول حاجه ريسيف ذا ستامب، الديستريبيوشن السوبرسيدد بتاع الدروينج، الكنترول كوبيز بتاع اللي انا بتعامل بيه ان انا اتاكد ان الكوبيز بتاعه الدوكيمنتس اللي انا عملت لها ديستريبيوشن دي هي الكوبيز الصحيحه اللي انا وزعتها على الناس مش ان هي متصوره. تمام، فانا اول حاجه بستلمها ان انا اول حاجه بس بحط عليها ختم الاستلام بتاعي، بستلم الشخص اللي هو بتاع الشركه اللي هو مسلمني الدوكيمنتس دي، بدي له ختم على ورقه من على كوبي من الكوبيز اللي انا بديها له، وبعد كده ببتدي اختمها خدمه ديستريبيوشن وابتدي ان انا اوزعها داخليا. لو انا عندي ديستريبيوشن ماتريكس فخلاص انا كده هبقى عارف الحاجه دي هتتوزع فين. لو انا ما عنديش ديستريبيوشن ماتريكس وشغال مانوال فهضطر ان انا اروح للشخص اللي هو المفروض ان بيعمل ديستريبيوشن، اذا كان الدي ام او الدبتي او وات ايفر هو مين، بروح اخليه هو يوزع الدوكيمنتس بتاعتي. طيب انا الدوكيمنتس بتاعتي خلاص اتوزعت تمام ودخلت للانجينير وحصل لها ريفيو وهو خلص التاسك بتاعتها، هل محتاج ان انا تاني ارجع ابص على الريكوست نمبر والديت والتفاصيل دي كلها تاني، ولا انا هبتدي ابص على الكرايتيريا تانية بقى؟ انا خلاص الدوكيمنتس دي انا رجعتها مره، هبتدي بعد كده اراجع عليها تاني، هراجع عليها ايه؟ تفتكروا الكود؟ بالظبط كده الكود. الستاتس بالظبط كده. والكومنتس اللي بيكتبها المهندس، هبقى محتاجه جدا ان انا اتاكد ان الكومنتس اللي كتبها المهندس دي ريليفنت للكود اللي هو حاطه. ما ينفعش ان انا ابقى متفق معاه ان هو او هو سوري هو مديني الكود سي مثلا او مديني الكود ريجكت وهو كاتب ان الكلام ده هنا ابروف. لازم يكون هما الاثنين شبه بعض، هو كاتب يعني ما يخصنيش بس يخصني ان الكود يكون ريليفنت للكومنتس الموجود. تمام، توقيع المهندس برضو ضروري ان هو ما يكون موجود، توقيع مدير المشروع ضروري ان هو موجود، يكون الديت موجود عندي كاتبينه بطريقه صحيحه. انا كده خلاص تمام استلمت ما عنديش مشاكل. نبتدي في القصه بتاعه الريجستر. الريجستر كان عندنا شويه حاجات مهمه في الريجستر. قلنا ايه الحاجات المهمه ان هي تبقى موجوده في اي ريجستر انا بتعامل بيه؟ اللي هو اللوج. بالظبط كده اللوج. ايه المهم ان انا اكون بتعامل فيه؟ الديت. انهو ديت؟ كنا مأكدين على موضوع الديت ده. انهو ديت؟ incoming received date. بالظبط كده، ما قلتش ديت واسكت لان ديت كده الاجابه مش صحيحه. هو اسمه received date لان وارد ان تكون الوثيقه اللي انا بستلمها او الدوكيمنتس اللي انا بستلمها دي موجود ليها تاريخ، هو عامل الحاجه دي من يومين بس انا استلمتها بتاريخ النهارده، فانا في الريجستر عندي بيتكتب فيها received date اللي انا استلمته، استلمت الحاجه دي من امتى. تمام، مش تاريخ الارسال، تاريخ الاستلام بتاعي انا استلمته من امتى. اول حاجه الريسيفد ديت، الريفيجن، ايه كمان؟ التايب اوف دوكيومنتس. تمام، التايتل، ديسكريبشن بتاع الدوكيومنتس دي عباره عن ايه؟ سبجكت، اكشن كود. اكشن كود ده بيحصل في الاخر. بالظبط كده. ستاتس دي برضو بتبقى في الاخر، فروم مين وتو. بالظبط. دوكيومنت نمبر ما احنا قلنا عليها ريفرنس. Responsibilities بالظبط كده، Responsible الشخص المسؤول عن الدوكيومنتس دي، الإصدار. تمام، قلنا أول حاجة الديت، الريفرنس، الريسيف ديت، الريفرنس، الريفيجن نمبر، الديسكريبشن، الديسيبلين. بالظبط كده، مهم جدا الديسيبلين إن هو يكون موجود. الكود بعد كده اللي إحنا بنطلع بيه الستاتس، احنا مش بنسميها كود، بنسميها الستاتس بتاع الدوكيومنتس دي، هل هي ترد عليها، هل هي اوبند، هل هي موجوده ولا لا، هل هي ترد عليها، طب ترد عليها بيها، هل هي محتاجه ان هي تعمل لها ريفايز تاني ولا لا، الاتاتشمنت لو في اتاتشمنت موجود عندي. طيب بالنسبه للديستريبيوشن، اتكلمنا عن الديستريبيوشن فيها ان احنا محتاجين ان احنا نعمل ليست بكل الدوكيومنتس اللي عندنا. موضوع الديستريبيوشن ده اتكلمنا فيه كتير جدا وعملنا حاجه بايدينا في الاساينمنت علشان نبتدي ان احنا نعمل ديستريبيوشن ماتريكس. قلنا ديستريبيوشن ماتريكس ان انت عباره عن موصوفه او مصفوفه بنقول فيها ان احنا بنحط فيها كل انواع الدوكيومنتس اللي احنا بنتعامل فيها، وعلى الناحيه الثانيه بنكتب الناس اللي شغاله معانا في الاورجنايزيشن، وبعد كده بنبتدي نتاكد ان كل الليست دي موجوده فيها كل الدوكيومنتس، ما فيش اي دوكيومنتس عندنا ناقصه، وبعدين ابتدي احدد كل طريقه تواصل هتحصل عن ايه، او طريقه اتصال بالشخص ده هتحصل عن طريق الايميل، هتحصل عن طريق اليد، هل هتحصل عن طريق الفاكس، ابتدي ان انا اقول ان الحاجه دي هتحصل ازاي. بعد كده ابتدي اعمل هايبر لينك بالداتا بتاعتي او بالكونتاكت
بتاعتي، علشان لما اجي اوصله بطريقه سهله، بحيث ان انا لو جيت عملت هاندنج اوفر لحد تاني، او ان انا حصل اي امرجنسي كيس وبالتالي انا مش موجود في مكاني، اللي يبقى موجود مكاني يبتدي ان هو يشتغل عليها بطريقه سهله من غير ما يبتدي ان هو يلخبط. تمام. جينا بعد كده اتكلمنا عن الكنترول في كمبيوترايز داتا، وقلنا ان احنا ازاي بنقدر ان احنا نعمل اكسس كنترول على الناس، مين اللي بيقدر يدخل على الداتا، اذا احنا بنحدد مين اللي ليه الاثوريتي ان هو يدخل يعمل الداتا، ان هو مين هيشوفها، مين هيبتدي ان هو يعدل عليها، مين هيقدر ان هو يعمل تعديل الداتا ولا لا، مين هيقدر يشوفها اصلا ولا لا. بعد كده قلنا ان احنا لازم نعمل باك اب. حد فاكر الباك اب؟ قلنا ان احنا عندنا رول كده للباك اب اسمه ايه؟ ثلاثة بالظبط كده، 3 2 1. قلنا ان لازم الباك اب يكون موجود في 3 اماكن مختلفة، منهم 2 موجودين اوف لاين، منهم 1 بره المكان بتاع الشغل بتاعنا، علشان نبقى متأكدين ان هو الدنيا كده عندي تمام ومفيش عندي مشكلة. تمام. بعد كده اتكلمنا عن الفايل نيمينج بتاعت السوفت كوبيز بتاعنا، قلنا ان هي لازم تكون معبره عن التايتل بتاع التايتل اللي انا بحطه في الفايل ده، لازم يكون معبر عن السبجكت بتاع الفايلز، لازم ما يزيدش عن 25 حرف عشان افويد المشكله اللي بتحصل في النقل بتاع الداتا من مكان لمكان. لازم يكون فيها النمبر، لازم فعلا يكون فيها النمبرنج سيستم بتاعنا يكون ماشي بطريقه صحيحه. لازم لو هعملهم كلهم كابيتال، لو انا بحط فيها ابريفيشنز ولا حاجه تبقى كلها كابيتال ليترز، مفيش عندي اي سبيشال كاركترز مثلا عشان ما تقعدش تعملي مشاكل. لازم اكون محدد الفورماتنج بتاعه الديت اللي انا بتعامل بيها من اول ما بدات ان انا اشتغل على الكمبيوتر بتاعي. لازم احط الريفيجن بتاع الدوكيومنتس الموجوده عندي. لازم كمان اكتب النيم او الداتا بتاعه كل الداتا بتاعه الوثيقه دي، تكون اقدر ان انا اوصل لها من غير ما اضطر ان انا افتح الدوكيومنتس، ابقى عارف الدوكيومنتس دي بتتكلم عن ايه. تمام. اتكلمنا بعد كده عن الفايلنج اندكس، وقلنا ان الفايلنج اندكس هي كل حاجه احنا بنتعامل بيها، كل الدوكيومنتس اللي بنتعامل بيها في المشروع عندنا، من اول الكورسبوندنس لحد الكلوز اوت ريبورت، بنحط فيها كل الدوكيومنتس. لازم ابقى عارف ان انا كل نوع من انواع الدوكيومنتس اللي انا بتعامل فيها يكون ليها فولدر ويبقى لها سب فولدرز تحت منها، ولازم السيستم بتاعي يكون فلكسبل على قد ما اقدر، علشان ما ابتديش ان انا اتفاجئ في نص المشروع ان انا في دوكيومنتس عندي ومش عارف احطها فين. فقلنا في الاخر لازم تخلي عندك في الاخر باب مفتوح زي الاذرز كده، ان انت تبقى عارف ان انت اي دوكيومنتس مش شامله الدوكيومنتس الموجوده قدامك دي، او مش شامله الوثائق اللي انت بتتعامل فيها، تبتدي ان انت تعمل لها سب فولدرز لوحدها. تمام. اتكلمنا عن ايه تاني؟ بعد كده بدأنا نتكلم عن الفايلنج، وقلنا احنا عندنا طريقتين من الفايلنج، طريقة سوفت كوبي وطريقة هارد كوبي. وقلنا ان احنا لازم عندنا يبقى عندنا لازم نعمل فايلنج، لازم لما نيجي نعمل سيستم للفايلنج عندنا لازم الاول حاجة نعمل فايلنج للمجموعات بتاعتنا، وبعد كده نشوف الفورمز بتاعتنا نخليها الفورمز بتاعتنا لمجموعات تانية، وبعدين نشوف ان كل نوع من انواع الفايلز دي نديلها مفتاح عشان نبتدي ان احنا نتعامل معاها، وبعد كده نشوف لما يبقى عندنا فايل جديد هيتحط فين، ايه مكانه هيتحط فين، وبعد كده نعمل فايلنج للكورسبوندنس. حد فاكر قلنا الفايلنج للكورسبوندنس بيحصل ازاي؟ قلنا ليه كام طريقه فايلنج كورسبوندنس؟ قلنا بيحصل ازاي الفايلنج كورسبوندنس؟ ان واوت، incoming، ميل، لا ما قلناش موضوع الميل ده. هارد اند سوفت، كل الفايلنج بس هارد اند سوفت. الكورسبوندنس خاصة قلنا بيحصل بطريقتين او بنعمله مرتين، بنحط الفايل في ايه، بنحط الكورسبوندنس في ايه، وفي ايه كمان؟ incoming و outgoing، incoming و outgoing. واتكلمنا تاني عن الايشو، لو انا عندي سبجكت معين انا بتكلم فيه، فاحنا قلنا وارد ان احنا نحط الحاجه في الانكومينج والاوتجوينج، ووارد ان احنا يبقى عندنا موضوع خاص احنا بنناقشه في الكورسبوندنس، ومحتاجين ان احنا نفايل الموضوع كله في حاجه واحده. تمام. فممكن نخليها للايشو، ممكن نخليها incoming و outgoing. طيب ده كده بالنسبه للفايل. طيب بالنسبه لما يجي حد يسترجع منك فايل، وقلنا احنا لينا طريقتين
لان انت تطلع الهارد كوبي فايلز من عندك او الهارد كوبي اللي انت بتتعامل فيه، محتاجين ان احنا نطلعه بحاجتين. اول حاجه بان انا اعمل فايل اوت بوك، ان انا يبقى عندي ريجستر ان انا اسجل فيه كل الناس اللي جت خدت نسخه من المستند اللي عندي او خدت فايل من الفايلز اللي عندي. حاجه تانية ان انا اخلي مع كل فايل طلع من عندي في فايل اوت كارد موجود فيه يقول ان الفايل ده كان موجود عندي مين، عشان لو ضاعت منه حاجه اقدر ان انا اعمل له تراك، او لو جيت دورت الفايل وما لقيتش الفايل مكانه ابقى عارف الفايل ده موجود عندي مين، علشان يبقى سهل ان انا استرجعه بالطريقه دي. طبعا احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبعد تماما عن موضوع ان احنا ندي حد هارد كوبي، بس في وقت من الاوقات يحتاجوا المهندسين ان هم يتعاملوا في الحاجات الهارد كوبي الحاجات دي. طيب نيجي نعمل مينتين ازاي للفايلز، الموضوع ده كنا لنا وقت كتير، هنحاول بس ان احنا نسرع شويه. اتكلمنا بعد كده عن المينتيننس بتاع الايكويبمنت اللي بيشتغل فيها الدوكيمنت كنترول، وقلنا ان هو محتاج ان هو يعمل مينتين للايكويبمنت اللي عنده، وهو اللي مسؤول ان هو يراجع الايكويبمنت اللي هو شغال عليها بيحصل لها الصيانه الدوريه بتاعتها امتى، بيشوف مين اللي مسؤول عن الصيانه عشان يجي يخليه يعمل له صيانه، مش لازم هو يعمل الصيانه بنفسه بس لازم يتابع الصيانه الدوريه بتاعه الايكويبمنت اللي هو شغال عليها، لانه في الاخر لو حصل اي مشكله للايكويبمنت هو اللي وقته هيضيع وهو اللي هيبقى عنده مشكله ان هو هيتاخر عليه شغل كتير. قلنا الصيانه بتخلينا ان احنا بتقلل من الوقت بتاع الوقت المستهلك او المستقطع من العمل، ان هي بتخلي ان انت بتقدر ان انت شويه تقلل من التكاليف او الخسائر، ان انت لما بتعمل صيانه بتخليك تقلل شويه من التكاليف بتاعه ان عندك معده تبوظ او عندك حاجه تتكسر او حاجه بيحصل لها مشكله، بتخليك دايما ان انت تبقى عندك بتساعدك ان انت تصلح الحاجات في وقت اسرع من الوقت العادي، ودايما ان انت بتخليك تعمل ابديت للسوفت وير بتاعك علشان تبقى واصل لمعلومات لواصل لاخر سيستم انت شغال عليه وما بتضطرش ان انت تحصل عندك مشاكل كتير. طيب قلنا الاستورج بتاعتنا مهم جدا ان انا اعمل كنترول على الاستورج بتاعتي، مهم ان انا ابقى محدد مين اللي ممكن يدخل الستور روم اللي انا بحط فيها الدوكيومنتس بتاعتي، ما اخليش اي حد يقدر يدخل في وقت من الاوقات، بخلي كل فايلز او كل دولاب محطوط عليه ليبلز بكل الحاجات اللي موجوده فيه علشان يبقى سهل ان انا اعرف اوصل للمعلومه بسرعه بطريقه صحيحه. كمان لازم ان انا اتبع الاجراء ان انا لازم يكون دايما مقفول، لازم يكون عندي لوكر لكل حاجات الدوكيومنتس الكونفيدنشال اللي المفروض ما فيش اي حد يطلع عليها، فلازم ده يكون مقفول طول الوقت. قلنا كذا رول، مثلا لازم يكون صح بالظبط، برافو عليك، لازم يكون في كاميرا في المكان عشان لو حصل مشكله حصل اي حاجه، لازم يكون في فاير فايتنج عندي في المكان عشان لا قدر الله حصل مشكله او حصل حريقه او اي حاجه نقدر ان احنا نسيطر عليها. كل الحاجات دي قلنا ان هي رولز لازم تبقى موجوده في الروم بتاعه الاستورج اللي انا بتعامل فيها. الاركايفنج، قلنا الاركايفنج بيبقى عباره عن ايه، الفرق ما بين الاركايفنج والفايلنج والهاندنج اوفر، سؤال مهم جدا. الفايلنج، اركايفنج، هاندنج اوفر. فايلنج ديلي، تمام، حفظ طويل المدى، مين اللي حفظ طويل المدى؟ اركايفد فور هيد اوفيس، بالظبط كده. فايلنج بحفظ طويل المستند، طيب نقول تاني. الفايلنج هو اللي احنا بنعمله الديلي بيزز اللي بنعمله في البروجكت عندنا، بمعنى ان انا باخد الفايلز اللي عندي، باخد الدوكيومنتس اللي عندي، بحطها جوه فايلز، بخزنها جوه فايلز وبخزنها عندي في المشروع عندي في الدراين بروجكت اللي انا شغال فيها. الدوكيومنتس بتبقى تحت الاستخدام، انا بستخدم الدوكيومنتس دي طول فتره المشروع. وانس ان انا ابطل ان انا استخدم الدوكيومنتس دي ببتدي اعمل لها اركايفنج للهيد اوفيس عندي علشان اتخلص منها، من اخرجها من المشروع احطها في مكان تاني في ستور روم تانيه علشان افضي مكان عندي في البروجكت لحاجه تانيه. الهاندنج اوفر بان انا ابتدي اسلم الدوكيومنتس دي او اسلم الحاجات دي للعميل، يعني انا الاركايفنج بسلم الدوكيومنتس بتاعتي للهيد اوفيس عندي علشان يبتدي يتعامل بيها او يبتدي يعمل لها اركايف عنده، بحيث ان هو لو احتجت فيها حاجه، لو احتجت اي دوكيومنت دي طول فتره المشروع ان انا ابتدي اعملها، فده بيبقى خلال فتره المشروع. لما المشروع بيخلص خالص ببتدي انا اعمل هاندنج اوفر ان انا اسلم كل الدوكيومنتس اللي مهم او تعاقديا موجوده عندي في العقد للكلاينت، ابتدي اعملها هاند اوفر للكلاينت علشان يبتدي هو يشتغل بيها في فتره الاوبريشن.
طيب ايه الحاجات اللي انا بعمل لها هاندينج اوفر في الاوبريشن؟ الاوبريشن هيشتغل عليها. ايه الحاجات اللي انا بسلمها في الاوبريشن للاوبريشن؟ as built بالظبط، او اند ام وارنتي، او اند ام تست اند كوميشننج، شهاده الضمان بالظبط كده. اول حاجه بسلم الكيز اللي عندي، بيبقى عندي مفاتيح المفروض ان بيسلمها لي الناس بتوع فتره الانشاءات، بيسلموني الكيز. لازم اسلمها اول حاجه للكلاينت. بعد كده الهيلث اند سيفتي فايلز لازم برضو يتسلم له، اوبريشن اند مينتنس مانوال، بيلدينج بوك لوك بوك. بعد كده ايه تاني؟ التست والكوميشننج، الشهادات بتاعه الضمان، الاسبلت دروينج، الايكويبمنت سيرتيفيكتس، اللايسنس بتاعه كل الايكويبمنت الموجوده عندي في المبنى. كمان لازم اسلم لهم، اللي لازم اعمل لهم تريننج عشان يبتدوا ان هم يتعاملوا. لازم اعمل الستاف بتاعه، اقدم الدوكيومنتس بتاعه التريننج، لازم برضو تتسلم لهم الستاف اللي اتعمل له في الاوبريشن، اتعمل له تريننج. فكل الحاجات دي لازم تتسلم في مرحله الهاندينج اوف. جينا بعد كده اتكلمنا عن المانجمنت سيستم، وقلنا ان المانجمنت سيستم، اي مانجمنت سيستم مهم فيه ان احنا يبقى عندنا شويه رولز. اول حاجه لازم ان هو يكون بيقدر ان هو يعمل ورك فلو لكل انواع الدوكيومنتس اللي انا بشتغل عليها. لازم بيقدر ان هو يحدد الميتا داتا بتاعه كل الدوكيومنتس اللي انا بدخلها، يعرف كل تفاصيل الدوكيومنتس اللي انا مدخلها عندي. لازم يكون شغال مع مايكروسوفت اوفيس. لازم يكون ان هو بيقدر ان هو يحط له رول للريفيو والابروفل، ان هو بيبتدي ان هو يعمل تراكن للريفيو والابروفل. لازم ان انا بقدر ان انا اعمل للستاف عندي تريننج على السوفت وير ده او على السيستم اللي انا بشتغل عليه. لازم كمان يكون السوفت وير او السيستم اللي انا بشتغل عليه لازم بيكون ابليكابل، يكون فيه القدره ان هو يتعمل تشينج لاي ريكوست، او ان هو بيتعمل فيه كنترول على الفيرجن علشان يبقى سهل عليا ان انا اشتغل عليه، لان انا طبيعي ان كل الدوكيومنتس اللي عندي بيحصل عليها ابديت طول الوقت. كمان مهم ان انا اقدر ان انا اطلع منه، اعمل منه ريبورتات تكون صحيحه وتكون ريبورتات بروفيشنال، ما اضطرش ان انا اخدها منه وابتدي ان انا ابتدي اشتغل عليها تاني. لازم تكون بتطلع الفورمات، فورماتنج الريبورتات بتاعتي معمول لها فورماتنج، معمول لها تكون صحيحه، ما اضطرش ان انا اقعد اتشيك عليها تاني. لازم تكون بتعمل فلترنج للداتا بتاعتها علشان ابقى اطلع اي ريبورت باي نوع وباي شكل. لازم كمان تكون بتقدر ان هي تشتغل على الاجهزه اللوحيه، على الموبايلات، تكون ابليكابل على كل الاجهزه، مش بس على الجهاز بتاع الشغل، عشان اقدر ان انا اقول ان السيستم دي فعاله فعلا وصحيحه وكويسه. اخر حاجه لازم تكون بتقدر تشتغل على البي دي اف، عشان لما احب ان انا اطبع اي ريبورت او اطبع اي حاجه تكون شغاله بطريقه صحيحه على البي دي اف. اتكلمنا بعد كده على الديليفربلز، وقلنا الديليفربلز هي عباره عن الديزاين دروينج، البروبوزل، البروجكت ريبورت، البيلدينج اند بيرميت، الفينش برودكت. واتكلمنا على الديليفربلز وقلنا ان هي دي بتبقى موجوده طول فتره المشروع. في الاخر ان احنا محتاجين ان احنا نكنترول الديليفربلز دي وتكون بطريقه صحيحه وتكون حاصله as per الكونتراكت بتاعنا. بعدين قلنا ايه الفرق ما بين الدوكيومنتس، انواع الدوكيومنتس التكنيكال والكوربريت دوكيومنتس، وايه هي الكورسبوندنس والبابليك اند انترناشونال ستاندر. اول حاجه التكنيكال اللي احنا بنتعامل فيها اللي هي الشوب دروينج، قلنا ان هي الشوب دروينج والاسبلت والماتيريالز والكلام ده. الكوربريت دوكيومنتس اللي هي الحاجات بتاعه البوليسي وبتاعه الجوده اللي انا بتعامل فيها في الشركه بتاعتي وبتعامل فيها في الايزو. الكورسبوندنس اللي هي المراسلات المتفق عليها في المشروع. بابليك اند انترناشونال ستاندر زي الايزو زي الفادك، الحاجات اللي احنا بنتعامل بيها في المشروع وبنقول المشروع عباره مبني على انه سيستم. قلنا الفرق، ما اخر حاجه اتكلمنا فيها الفرق ما بين السبميتال والترانسميتال. قلنا السبميتال بيبقى عباره عن دوكيومنتس او تسليمه احنا بنسلمها، بيسلمها المقاول للكونسلتنت عن طريق سبميتال. السبميتال ده بيبقى عباره عن برودكت او كات شيتس، بيبقى عباره عن شوب دروينج، سامبلز، كالرز شورت، ماتيريال داتا، برودكت كومبوننتس. كل الحاجات دي بتبقى عباره عن تسليمات بيسلمها المقاول للكونسلتنت للاعتماد او للكلاينت على حسب الدنيا ماشيه ازاي. كمان احنا اتكلمنا كمان على الترانسميترز، وقلنا الترانسميتر هو الكفر اللي احنا بنحطه على السبميتر عشان نقدر نتراك بيه الداتا. وقلنا في شويه داتا محتاجين ان احنا تبقى موجوده فيها زي الديت سنت، مين الحاجة دي مبعوتها من مين، اسم البروجكت، النمبر بتاع البروجكت، الادرس، الحاجة دي مبعوتها ليه، الاكشن المفروض يتاخد فين، وفي الاخر الليست اوف
الليست اوف دوكيومنتس بتاعت الفايلز اللي انا عاملينها. تمام، طيب احنا كده خلصنا المراجعه بتاعتكم. طيب في حد عنده اي سؤال بالنسبه للجزئيه اللي احنا اخدناها او اي سؤال تاني؟ ممكن شرح للسوبر سيدد. السوبر سيدد هو عباره عن drawing انا استلمتها ريفايز للدروينج قديمه، فانا محتاجه ان انا اختم الدروينج القديمه بختم عشان يقول ان هي دي نوت ان يوز. محتاجه ان انا اختمها بختم يقول ان الحاجه دي خلاص ملغيه، هي مش متكنسله بس هي اتعمل لها ريفايز بلوحه ثانيه، فبالتالي الختم اللوحه القديمه الريفيجن القديم ده محتاج ان هو يتختم بسوبر سيد. تمام، اذا انا واياكم ان شاء الله. طريقة الامتحان هيبقى إن شاء الله عبارة عن choice multiple choice، وهيبقى فيه سؤال أو سؤالين عمل حاجات من الحاجات اللي احنا عملناها بإيدنا خلال الكورس محتاج إن انت ترسمها بإيدك خلال الامتحان، واللغة بتاعت الامتحان هتبقى باللغة الإنجليزية. لا مش عارفة بقى لسه كام سؤال. الامتحان في ورق؟ لا الامتحان هيبقى على السيستم فورم موجودة على جوجل. وقته يعني مش هيتعدى الساعة ان شاء الله. فرق ما بين الترانسميتال والسبميتال. السبميتال هو عبارة عن التسليمة نفسها، عبارة عن الشوب درونج نفسه. الترانسميتال هو الكفر اللي انت بتقدم عليه الداتا دي علشان تبتدي تتابع. الترانسميتال ده اللي هو مسؤولية الدوكيمنت كنترول اللي هو يشوف فيه، يقدر ان هو يتابع الكونتنت، يتابع الريفيجن، يتابع النمبر، يبقى عارف الحاجة دي موجودة ازاي. فرق ما بين الترانسميتال والسبميتال، الترانسميتال هو الكفر اللي انت بتقدم عليه السبميتال، السبميتال هي الكونتنت نفسه. ممكن نموذج للسؤال؟ عايزين نغششكم؟ لا مش هينفع نغششكم. الأسئلة يا جماعة هتبقى بسيطة جدا. السؤال الأسئلة بتفهم بس أو بتوضح هل حضرتك استوعبت اللي احنا بنقوله ولا لا، يعني هو بس يعني بيحاول يقيس مدى استيعاب حضرتك من الـ التراكس أو الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها واتناقشنا فيها. انتوا ما شاء الله في منكم كتير جدا ما شاء الله عليه، كنتوا مذاكرين وبتقولوا الإجابات الصحيحة النموذجية اللي المفروض ان هي تتجاوب. احنا يمكن النهارده اللي خد مننا وقت كتير ان احنا كنا بنناقش عشان ابتدي نعرف احنا ممكن نسال في ايه، او الحاجات اللي احنا بنراجعها رجعناها فيه. الاختبار وقته زي المحاضرات؟ لا هيبقى ساعه ان شاء الله، مش هيبقى كتير. هيبقى في نقط، هيبقى الساعه 8 ان شاء الله يوم السبت الجاي باذن الله، الساعه 8 15 10 الساعه. يا ريت بس نبقى كلنا في الميعاد علشان ما فيش حد بس يفوت وقت. إذا أنا وإياكم إن شاء الله. طيب لو أي حد عنده أي سؤال تاني إن شاء الله ممكن نناقشه على الجروب بإذن الله. تمام، إحنا متاحين إن شاء الله على الجروب بتاع الواتساب، مفيش تعب ولا حاجة، ربنا إن شاء الله بإذن الله يكرمكم إن شاء الله بإذن الله، ويبقى الامتحان بالنسبة لكم سهل وتبقى الدنيا كلها لطيفة. طبعا إحنا إن شاء الله هنكمل بإذن الله على الجروب بتاعت الواتساب، لو في أي استفسار إحنا مستعدين إحنا نرد عليه، ما عندناش مشاكل. لو في اي حاجه من هنا لحد يوم السبت احنا متاحين. تمام، لو في اي حد عاوز يستفسر عن اي حاجه. معلش انا اسفه طولت عليكم النهارده، واشوفكم على خير ان شاء الله. تمام، اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.